لو كان كل شيء على ما يرام في الجانب المظلم من القمر يعزف النغمات الخمس. أشياء غريبة تحدث. مدينة سونويتا شمال المكسيك العام 1973. العواصف الرملية تهب في جنون حاجبة الرؤية تماما، وقرص الشمس يعلن أنه وقت الظهيرة لكنه أحمر بلون الدم. 3 من رجال الشرطة يتقدمون عبر الرمال نحو رجل يرتدي منظارا أسود ويرفع إلى أنفه كمامة ليقي نفسه حبات الرمل المتطايرة. هل نحن أول من وصل؟ سألهم الرجل بلهجة أسبانية راقية وهو يسعل، فأشار أحد رجال الشرطة نحو الجنوب حيث وقفت مجموعة أخرى من المستكشفين، وسرعان ما انضمت المجموعتان إلى بعضهما وبدأ التعارف فالمصافحات. وتساءل أحدهم: هل المترجم الفرنسي معكم؟ هتف لوفلين محاولا أن يعلو صوته فوق صوت الرياح: أنا أجيد الفرنسية يا سيدي، لكن الترجمة ليست مهنتي، أنا رسام خرائط، أساسا رسام خرائط. وهنا برز رجل من بين الرمال ومد يده إلى لوفلين مستعملا إنجليزية مهشمة هي أقرب إلى الفرنسية: إذن أنت ميسيو لوغ أو لين؟ لوفلين، لوفلين يا سيدي. أو باردون يا سيدي، أستمحيك عذرا. كان الفرنسي هو لاكوم الرجل المنتظر، ولما كان الحشد يتحرك شوقا لرؤية ما جاء من أجله، فإن لاكوم أنهى طقوس التعارف وتقدمهم إلى الهدف الذي قطعوا كل هذه المسافة ليروه. وعلى البعد كان رجال الشرطة المكسيكيون واقفين يتصايحون ويشيرون إلى شيء ما، بينما سرعة الرياح تتجاوز 45 ميلا في الساعة. كان هذا الشيء وسط الرمال يشبه ذبابة واقفة فاردة جناحيها. إنما سمعوه منذ 24 ساعة قد غدا حقيقة واقعة يرونها بأعينهم. هذا الشيء وستة أشياء مماثلة تقف خلفه هو طائرة مقاتلة واقفة وسط الرمال، بالتحديد قاذفة توربيد خاصة بالبحرية الأمريكية من أيام الحرب العالمية الثانية. وقف الجميع صامتا يرمق المشهد، وفي خشوع نزع لاكومب منظاره وإن لم يبدو عليه الاهتمام أو أي رد فعل إيجابي. وجهه الطفولي تشوهه تجعيدتان على جانبي الفم ازدادتا عمقا الآن وهو يفكر في الخطوة التالية. إنه يأخذ شهيقا عميقا، يمسح الرمال من على لسانه بظهر يده، ينقل أول أمر له إلى لوفلين كي يترجمه للواقفين حولهم: أريد أرقام محركات الطائرات. وقبل أن تنتهي الجملة كان 40 من طاقم المشروع يزحفون إلى الطائرات الجاثمة فوق الرمال، يحلون المسامير ومحركاتها ويتسلقون أجنحتها باحثين عن الأرقام المطلوبة. وبيد مكسوة بالقفازات تمكن أحدهم من إخراج تقويم ملتصق تحت إحدى لوحات القيادة، وهتف مناديا العالم الفرنسي: سيد لاكوم، إن هذا التقويم يدل على أن الشهر كان مايو. نظر لاكومب إلى لوفلين طالبا الترجمة، لكن قبل أن يقوم بها الأخير دوى صوت الفني مضيفا: مايو عام 1948. ليكن، تأكدوا مما إذا كانت الخزانات تحوي وقودا. وهنا ارتفع صوت أحد الرجال يهتف في دهشة: يا الله، إن هذه الطائرات بحالة جيدة حقا، خذ عندك هذه الأرقام: ألف ياء 3034567. اللعنة، ألف ياء 2993004004. يا للسماء، ألف ياء 3354453. أمسك أحد الرجال بورقة دونت عليها بعض الأرقام وهتف في ذهول: إنها نفس الأرقام التي لدينا، وكذا أرقام الأجنحة. وما هو رقم الرحلة؟
إنها الرحلة رقم 19. هتف لوفلين وهو يضرب خاصرته بكفيه. الرحلة رقم 19؟ الفيلق الذي أقلع من قاعدة بنزاكولا في فلوريدا في شهر مايو عام 1948، ومنذ ذلك الحين لم يره بشر حتى هذه اللحظة. فهل هذا ممكن؟ ولكن أين ذهب الطيارون؟ لا أحد يملك الجواب. وهنا سمع لاكوم ضوضاء آتية من الخلف، حيث احتشد الضباط المكسيكيون حول رجل قصير القامة ترتسم على وجهه إمارات الهلع. نظر لاكوم إلى لوفلين طالبا عونه في إسكات هذه الضجة، لكن لوفلين اعتذر بأنه لا يتكلم الإسبانية. وهنا صح أحد الأمريكيين: يقولون إن هذا الرجل كان هنا من يومين حتى رأى الشيء يحدث. ولم يكن أحدهم يأمل في أفضل من هذا. انحنى لكم على الرجل المذعور وتناول ذقنه بين أنامله في رقة. كان الرجل يولول، لكن أسوأ ما في الأمر هو اللون الأحمر الذي صبغ نصف وجهه كأسوأ حرق رآه لكم في حياته، حتى مع وجوه المكسيكيين المعتادة على قيد الصحراء. أما عن سروال الرجل فكان مبتلا، لقد بلل نفسه لا شعوريا، ومن الواضح أنه مستمر بنجاح في ذلك. ما هو ذا يحاول أن يقول شيئا بصعوبة؟ تساءل لكم في لهفة. إيه، ماذا يقول بالضبط؟ لم يرد لوفلين، وتكفل الأمريكي الذي يفهم الإسبانية بإعادة السؤال للرجل، لكن الرجل كرر نفس الكلمة وتهافت على الأرض. صح لكم بنافذ الصبر. ماذا قال لك؟ أجب. رفع الأمريكي حاجبيه في حيرة وأطلق تنهيدة ثم همس. يقول إن الشمس أشرقت ليلة أمس وإنها غنت له أغنية. قضى الطفل باري جيلر ذو الأربع سنوات ليلة نابغية لم يستطع النوم فيها. تمت صوت أزيز آت من مكان ما في الحجرة، وفجأة التمع ضوء أحمر غامض ساقطا فوق وجه باري ففتح عينيه. وجوار فراشه تحركت دمية تمثل فرانكنشتاين محركة ذراعيها باستمرار. جال الطفل بعينيه في الحجرة متفقدا كل الألعاب ذوات البطاريات التي يملكها. دبابة شيرمان، عربة بوليس ذات قبة مضيئة، كل هذه الألعاب كانت تتحرك وتصدر جلبة دون أن يمسسها بشر. ابتسم الطفل في سعادة بينما جهاز الفونوغراف يدور تلقائيا مصدرا اللحن المميز لحلقات شارع السمسم. ضحك باري وهرع إلى النافذة المفتوحة يتأمل الليل. تمت عواء كلب في مكان قصي، لكن الفناء الخلفي كان خاويا. تحرك الطفل وقد امتلأ فضولا إلى الصالة قاصدا غرفة المعيشة. الغرفة المظلمة فيما عدا بعض أضواء خافتة، لكنه أحس أن شيئا ما لم يكن كما اعتاده، شيئا ما لم يكن في موضعه. النوافذ جميعا مفتوحة والستائر ترفرف في هواء الحجرة. أما الأغرب فهو أن الباب الأمامي للمنزل مفتوح كاشفا عن الليل البهيم بالخارج. ومليئا بالشغف شرع باري يتشمم الهواء، الهواء الذي يحمل رائحة البرق والرعد. لكنه لم يكن قد سمع أي عواصف، لو كانت هناك واحدة لسمعها لأنه لم ينم قط. يا للروعة، كل نوافذ المطبخ مفتوحة كذلك، يهب النسيم من خلالها، والثلاجة مفتوحة تتكدس أكوام من زجاجات اللبن والمياه الغازية والزبد وبقايا العشاء أمامها. لكن ما أثار حيرته أكثر من أي شيء هو تراجع للوراء في ذعر، ثم إنه ضحك في خبث وبدأ يقهقه. لعبة جديدة. تواسب على كعبيه كشمبانزي وراح يدور حول نفسه راسما أكثر التعبيرات إثارة للفزع على وجهه. بو بو، أنا لست خائفا. كانت الأم جيلان جيلر نائمة في فراشها تعاني كل الأعراض المروعة للإنفلونزا، ولقد اضطرها المرض إلى ترك منزلها الصغير
في أتعس حال ممكن ذلك المنزل المنعزل فوق هضبة من هضبات إنديانا. وحين دخلت الريح إلى الحجرة وجدت أمامها أكواما من المناديل الورقية والأقراص الطبية وأصابع الزكام ونصف شطيرة وعلبة مياه غازية. وصحت جيلان في تلك الحالة المألوفة التي تسببها الإنفلونزا، منهكة لكنها عاجزة عن النوم، تفكر لكنها لا تعرف فيما تفكر، قادرة على فعل شيء ما لكنها لا تدري ما هو. التلفاز مفتوح، فلربما كان صوت الضحك الذي سمعته قادما منه، ولكن لا، لقد عرفت مصدره، إنه باري. والآن تسمع صوت ضجيج الألعاب، وفجأة ترى سيارة الشرطة الصغيرة تقتحم عليها الغرفة والأضواء الملونة تتراقص في قبتها، ومن خلفها الدبابة شيرمان ثم فرانكنشتاين. وسبت جيلان من الفراش فانقضت سيارة الشرطة على أصابع قدميها ثم أخطأتها واصطدمت بالحائط. باري؟ صرخت منادية صغيرها، لكنها لم تعد تسمع صوت ضحكاته. الساعة جوار الفراش تشير إلى 10:40، فماذا كان باري يفعل بحق السماء في هذه الساعة؟ لابد أنه في الفراش منذ ساعتين. هرعت إلى فراشه فلم تجده، خرجت إلى الصالة فحجرة المعيشة باحثة عنه فلم تجده، لكنها تسمع صوت ضحكاته يخفت ويخفت ويخفت. غريب هذا، كأن ضحكاته آتية من مكان ما في الظلام خارج المنزل. صرخت بعنف أكثر منادية إياه، ثم عطست، خرجت من الدار جارية في الظلام مطاردة نقطة لا تراها لكنها تسمع ضحكاته آتية منها. سقطت، تعثرت، واصلت الجري، لكن الصوت يخفت ويبتعد ويخفت. بصعوبة يمكنك أن تصدق أن هذا العالم الذي تراه داخل مراكز المراقبة الجوية هو عالم حقيقي، وفي حالتنا هذه نحن في مركز قريب من إنديانا بوليس. هو كتلة من الخرسانة دفن نصفها تحت الأرض، الأضواء بالداخل شاحبة خافتة تسمح لك بصعوبة أن ترى مكان الباب، لا نهار لا ليل، فقط تلك الكآبة الصناعية وضوء الرادار الخافت المنذر بكارثة. وفي الداخل يعمل الرجال على إبقاء الطائرات سالمة طيلة عبورها بسرعات أكثر من 600 ميل في الساعة في سماء إنديانا، وهو ما كانوا ينجحون غالبا في عمله. شرع هاري كرين يتنقل بين شاشات الرادار الست المضيئة، وعلى رأسه سماعة الاتصال تخرج منهما أنبوبة بلاستيكية ملتوية هي الميكروفون الذي ينقل كلماته إلى الطائرات المحلقة فوق رأسه. الرجال جالسون بقمصانهم البيضاء دون ربطات عنق، وقد رفعوا أكمامهم إلى ما فوق الكوعين حين دوى صوت مكبر فوق رؤوسهم. مركز المراقبة الجوية، هل لديكم رحلات في الاتجاه الشرقي 31؟ تأمل هاري كرين الشاشة أمامه، لم تكن هنالك سوى 3 رحلات على الخارطة. أمسك بالمايكروفون وغمغم، الاتجاه 31 سلبي، ليس لدي سوى طائرة TWA عند الساعة 6 على بعد 15 ميلا من موقعي، وطائرة DC-9 عند الساعة 12 على نفس المسافة. وضغط الزر ليتسع مجال شاشة الرادار، وكانت النتيجة سلبية، لا توجد سوى هاتين الطائرتين. وهنا دوى صوت الطيار من مكبر الصوت. تمت شيء ما في الاتجاه 31 شرقا، الساعة 2:05، أعلى من الأفق قليلا. وهنا انحنى أحد الرجال وتفحص الشاشة ثم أصدر همهمة مؤيدة. استدار هاري إلى الرجل رجل الاتصالات وأمره، أطلب تأكد مما إذا كان هنالك شيء ما، ثم إنه استدار ليخاطب قائد الطائرة. هل تستطيع تمييز نوع الطائرة؟ ساد الصمت لبرهة، فأدركوا أن الطيار يحاول جاهدا أن يحسن أداء المهمة، ثم سمعوا صوته يغمغم في حيرة. سلبي، لا معالم خارجية، إن الهدف يتعلق بالأنوار
ويبدل ما بين اللون الأبيض والأحمر بشكل مؤذي للأبصار. بدأ الذهول والاهتمام على الرجال، وفي توتر جلس هاري على مقعده. بعد هانيها دوى صوت الطيار يواصل الكلام: إن الهدف يهبط، هو على بعد 1500 قدم تحت الآن. انتظروا لحظة، إنني أتجه لليمين تاركا المستوى 53، صرخ هاري في توتر موجها الأمر لرجل الاتصال: أطلب رايد باترسون وانظر ما الذي يجربونه هناك بحق الجحيم. ثم عاد إلى الشاشة يصغي إلى وصف مماثل أدلت به طائرة TWA عن جسم غريب يتحرك بسلاسة غير عادية وتنبعث منه الأضواء. كان المشرف على المركز قد دخل الغرفة ووقف خلف هاري، ولأول مرة تكلم: مستوى الطيران 310، هل تريدون الإبلاغ عن شيء؟ ساد الصمت لهانيها، فعاد المشرف يكرر العرض: هل تريدون الإبلاغ عن جسم طائر غير معروف؟ استمر الصمت، ثم دوى صوت الطيار: سلبي، لا نريد الإبلاغ. إذن هل تريدون كتابة تقرير من أي نوع؟ لا نعرف حتى ما يمكن كتابته. ابتسم هاري في رضا وانحنى على الميكروفون هاتفا: إذن استدر يمينا إلى خط التقاطع G8، استعد ملاحاتك الطبيعية. تبخر جو التوتر المخيم على المركز أخيرا، وما لا أحد الرجال على هاري يسأله: ما هو التصرف في حالة كهذه حسب الكتاب؟ هز هاري كتفي: علي اللعنة لو كنت أعرف، لقد أصدرت القوات الجوية هذا الكتاب من 30 سنة، دعهم ليستكملوه الآن. فوق بيت روي نياري أزت الطائرة النفاثة DC-9 في أثناء ابتعادها عن مسرح الحادث، لكن صوت محركاتها كان واهناً فلم يتبين أحد من سكان الدار مرورها. كان روي قد حول غرفة المعيشة في داره إلى غرفة هوايات تتناثر فيها الألعاب هناك، وعلى المائدة استقر نموذج لقطار صغير يسير على قضبان ما بين أشجار مصغرة وبحيرات، وكان روي جالسا على الأرض جوار ابنه براد 8 سنوات يحاول معاونته في الرياضيات، لكن الطفل كان أقل اهتماما بجدول الضرب منه بالقطارات الكهربية. كان روي قد وعد زوجته بأن يتخلص من نموذج القطار يوما ما، ولكن ليس الآن، لأنني أب يا روني، وهذا اسم الزوجة، وأعرف تماما قيمة ألعاب القطارات بالنسبة للأطفال. وهكذا ازدادت شبكة خطوط السكة الحديدية تعقيدا، وصارت تلتهم أكثر جهد روي ووقته. سأله الطفل حالما: ماذا لو وضعنا جسرا فوق القضبان ها هنا؟ قطب روي جبينه متواعدا: حسبتك تدرس واجبك المنزلي. إنني أمقت الرياضيات، مهندس القطارات لا يحتاجون إليها. كذا هتف الطفل محنقا ورمى قلمه الحبر على الأرض، ومد يده إلى جيبه الخلفي ليخرج آلة حاسبة صغيرة أمام عيني أبيه المذهولتين. وهنا اقتحم توبي ابن 6 سنوات الغرفة غاضبا، ومشى نحو أخيه ليهز إصبعه في وجه هاتفا: لقد سرقت قلم المضيء. لم أفعل. بدأ الصبيان يتشاجران. ألحين تشبثت سيلفيا الصغيرة بتنورة أمها، بينما هذه الأخيرة متجهة لغرفة النوم فرارا من الضوضاء. صاحت الأم في غل: روي، يجب أن نذهب لمكان ما. لكنك بالفعل تذهبين إلى مكان ما كلما اصطحبت برادي للمدرسة. يا لها من نزهة. أنت ترسمين صورة سيئة يا ملاكي. إذن أعطني فرشة أفضل. روني، إذا كنت تعتقدين أن عملي في شركة الكهرباء هو نوع من اللهو، فدعيني أصارحك بأن إصلاح محول محترق يقتضي مجهودا قريبا من إصلاح كل المحولات المحترقة. نظرت له نظرة خاوية وغمغمت: ما أعني هو أن الوقت قد حان لنغير أسلوب حياتنا. هذا هو ما يفعله الأثرياء يا ملاكي، كل ما عليهم هو الاتصال بالسوبر ماركت
طالبين حياة جديدة تماما. إذن أنا أتحدث عن نوعية حياتنا، ليست حياة تلك التي نقضيها. نفتش رفوف المتاجر عن 3 عبوات من ورق التواليت بسعر 2. أحس بالحرج وتوقف عن الكلام لحظة ثم تمتم. سأنال علاوة في يناير، صرخ توبي في غضب مقاطعا. لقد سرق أخي الحقير أقلام المضيئة. كانت روني تتأمل صورتها في المرآة شاردة ثم تمتمت. إنني أبتسم أكثر من اللازم، لقد صارت شفتاي رفيعتين، إنها السن الخاطرة. صاح روي في الأطفال وهو ينهض. والآن هلموا يا شباب، حان وقت الفراش. احتج توبي. لكنك قلت إننا نستطيع السهر ومشاهدة الوصايا 10 في التلفاز. تستطيعون مشاهدة 5 من الوصايا 10. وهنا دق جرس الهاتف فهرعت روني ترد عليه، ثم إنها نادت روي لأن المكالمة له. أمسك الزوج بالسماعة متسائلا. ماذا حدث يا إيرل؟ إيرل هو زميله في شركة الكهرباء بالمناسبة، ولقد أخبره أن المولد الرئيسي به عطل هائل، وطلب منه أن يرتدي ثيابه فورا لأن الكهرباء ستقطع في غضون ثواني. ثم تعال إلى الجالمر بأقصى سرعة يا روي. وضع روي سماعة الهاتف واستدار نحو امرأة صائحا. هل سمعت هذا؟ وهنا ساد الظلام الغرفة، الظلام والسكون. كان إيك هاريس ممسكا بسماعتي هاتف حين وصل روي. إحدى السماعتين تتصل بالمصعد الذي سجن فيه المشرف جريمسبي، والسماعة الأخرى توصله بالعالم الخارجي الذي أصابه الهلع. صرخ هاريس وهو يرتجف. فقدنا خطا حمولته 27,000 فولت في جيلمور. لقد انقطع تيار الكهربي في تولونو وكريستال ليك. نعم يا سيدي نعم، لابد أن يعمل البرج ذو 500 كيلو فولت وإلا. نعم حسنا يا سيدي. ثم نظر نحو روي في اهتمام وهتف في السماعة. سأرسل روي ناري حالا. تساءل روي في ضيق. حقا ستفعل؟ اذهب عليك اللعنة الآن. كلا، ليس أنت يا مستر جريمسبي بل روي، معذرة. وهكذا اندفعت سيارة روي الصغيرة عبر طريق ريفي معزول، وقد غطت عجلة القيادة خريطة مهترئة تبين توزيع شبكة الكهرباء، وفي فم روي كانت بطارية صغيرة على شكل قلم مسلطة على الخريطة. المذياع يبث نداءات سيارات الشرطة بعضها للبعض. مرحبا أيها الشريف، دورية الطريق السريع رقم 610، نحن في ريفا، هل هناك كارثة ما؟ دوى صوت الشريف المعدني من جهاز المذياع. أرجو أن تذهب للمرأة الحمقاء المقيمة في 211 طريق ريفا، تقول إن ضوء المنزل الخارجي يتراقص والكلاب تنبح. وهنا تحرك اهتمام روي. إن ريفا جزء من تولونو، وهذا يعني أن الكهرباء قد عادت هناك. رفع سماعة هاتف السيارة وتساءل. تاء راء 88، هل أعدتم التيار الكهربي إلى تولونو؟ دوى صوت هاريس الهستيري المحنق عبر سلوك الهاتف. هل تمزح؟ إن تولونو هي أول من قطعت عنه الكهرباء. سمعت رجال الشرطة يتحدثون عن أضواء في ريفا. انفجر هاريس بالسباب البذيء طبعا من أجل حماقة روي الذي يتسلى بسماع نداءات الشرطة في ليلة كهذه. عاد روي يقود السيارة وقد احمرت أذناه حرجا، وعن بعد رأى ضوءا عنبري اللون يدور فوق سيارة إنقاذ واقفة فتوجه جوارها. كان هذا هو برج الكهرباء المعطل، وقد جاء بعضهم لفحصه. كان هناك رجلان، أحدهما هو إيرل الذي اتصل به في داره، من ثم سأله وهو ينظر لأعلى. مرحبا إيرل، ماذا هناك؟ التمعت أسنان إيرل في وجهه الزنجي وهتف. لقد سرق أحدهم 2 ميل من سلك التوصيل. هل تمزح؟ دون كلمة أخرى رفع إيرل مصباحه وسلط ضوءه على قمة البرج، إلى حيث كان هناك سلكان نحاسيان سميكان
يوصلان إلى البرج التالي، لكنهما لم يكونا في مكانهما. إن الخط لم يتعطل بل اختفى، لا يوجد شيء من M10 إلى M12. هتف روي في ذهول. علي اللعنة لو كنت أفهم، لربما هو سعر النحاس المرتفع. لقد نصحت مرارا بأن يمد أسلاك الكهرباء تحت الأرض. ولكن أين تقف العصافير إذن؟ ثم إن روي رفع السماعة لبن هاريس ليبلغه بما يحدث، فدوى صراخه الهستيري الذي لم يكن في حاجة إلى هاتف الواقع. يجب أن تعيد الكهرباء خلال ساعة. ساعة؟ مستحيل. حين يكون رئيسك سجينا في مصعد معطل يصير كل شيء ممكنا. إن نداءات الشرطة مستمرة بخصوص أضواء غريبة في تولونو. إن كل أجهزة الكمبيوتر تقول إن تولونو مظلمة كعقلك تماما. ركب روي سيارته دون كلمة أخرى، تاركا الرجلين واقفين وقد عجز عن اتخاذ القرار السليم. لقد قرر أن يذهب بنفسه ليرى تولونو، وابتلع الظلام صوت وأضواء سيارته. منطلقا بسيارته نحو تولونو، أغلق روي جهاز الهاتف حتى لا يستطيع هاريس الحانق أن يجده. النجوم تلتمع فوق رأسه في الظلام، وصوت نداءات الشرطة تدوي من جهاز مذياعة. U5 الضابط لونغلي، حول. استمر. بخصوص الأضواء في 10:75 نحن ذاهبون للتحقق. نشر روي الخارطة فوق عجلة القيادة، فسمع صوت فرملة عالية وسيارة تئز إلى جواره وشخصا ما يصرخ منها. أنت في عرض الطريق أيها المعتو. بعد دقائق أدرك روي أنه ضل الطريق، فهو لم يتمتع يوما بحاسة الاتجاه. ها هو ذا في طريق ريفي ما يحيط به ضباب الربيع المميز لهذه المناطق. اللعنة. تفقد الخريطة ثانية. اللعنة. وفجأة التمع ضوء سيارة آتية من الخلف وازداد إشراقا. ازداد ثم توقف عن الحركة. مد روي ذراعه الأيسر ملوحا من النافذة كي تمر هذه السيارة، لكن شيئا لم يحدث لعدة دقائق. إن النور يكاد يعمي عينيه، من ثم لوح بيده وقد نفد صبره أكثر. وهنا ارتفعت الأضواء ببطء شديد لأعلى تارك الظلام خلفها، ولم يلحظ روي شيئا من كل هذا لحسن حظه، وإلا لجن رعبا. كل ما وعاه عقله الباطن هو أن الأضواء كفت عن مضايقته. وهنا بدأ الصوت يقعقع يقعقع باستمرار كأنها علب من الصفيح تتصادم. تساءل روي في صمت. وإذا بضوء كشافات سيارته وأضواء لوحة القيادة كلها تذبل وتتلاشى حتى ساد الظلام الدامس. ثم بدأ ضوء ساطع لا يوصف يلتمع من حوله كأنه النهار، ضوء لا تستطيع النظر إليه فضلا عن فهم مصدره. وأحس بشيء يحرق جانب وجهه الذي ألصقه بزجاج النافذة. مد يدا مكفوفة إلى التابلو باحثا عن منظاره الأسود، وبصعوبة ارتداه ليجد لشدة هلع أنه يهتز فوق أنفه كأنما أصابه مس. انفتحت علبة ملأة بمشابك الورق المعدنية وطارت منها المشابك لأعلى كي تثبت نفسها في سقف السيارة. المنظار ساخن حقا، إنه يحرق أنفه. خلع وألقاه على المقعد فطار ليلتصق بسقف السيارة الذي تمغنط تماما. مرت ثواني رهيبة ثم خمد الضوء. سقطت المشابك، مشابك الورق، فوق رأس روي وكف صوت القعقعة. ثم فجأة عادت الأضواء وصوت المذياع إلى سيارته. صوت المذياع مليء بالتداخلات والخشخشة كأنما هناك شحنة كهربية استاتيكية تؤثر عليه. دوى صوت ضابط الدورية. قولي لي، هل القمر بدر هذه الليلة؟ صوت امرأة يرد في مركز الشرطة. لا، القمر يصير بدرا يوم 13. إذن أنا وزميلي نرى البدر الآن فوق هضبة سيجنال والكل يراه. صوت خشخشة. لحظة، هو زي يتحرك من الغرب للشرق. صوت رجل شرطة آخر.
هنا الوردية 10 إلى 11، نحن أيضا نرى القمر بدرا لكنه لا يتحرك. السحب من خلفه هي التي تتحرك معطية انطباعا زائفا. أين درست علم الفلك يا 10 إحدى عشر؟ هل سمعت في حياتك عن سحب تتحرك خلف القمر؟ ليكن، موقعي هو طريق تيلمار السريع شرق وادي هاربور. هتف روي في ذعر. يا الله، أعرف هذا المكان جيدا. وانطلق بسيارته التي عادت للحياة نحو المكان، شاعرا أكثر فأكثر بالدغدغة على جانب وجهه، متذكرا أي هلع انتابه منذ لحظات. لكن الهلع قد ذهب الآن وحل محله نوع من شغف الأطفال. كانت سيارات الشرطة بدورها تطارد هذا القمر المزيف، ونداءاتها تدوي عبر سماعة المذياع. إن سرعة الشيء تقل، إنني أقترب منه أكثر، إنه يتخذ منحنيات عجيبة بسلاسة غير عادية. بسرعة 95 ميلا في الساعة يسابق روي الزمن بين منحنيات خطرة قاصدا وادي هاربر، وها هو ذا الآن في طريق ريفي ذي حارتين. من ثم قفض السرعة إلى 70، وهنا قيل له أنه يرى شيئا ما فوق الطفل. يا للهول، ضغط الفرامل بأعنف ما استطاع، وفي اللحظة التالية رأى امرأة تنقض على الطفل لتحتضنه ثم تتجمد مكانها إذ رأت أضواء سيارته، بينما روي يصارع عجلة القيادة، وبصعوبة بالغة استطاع أن يمر جوارهما ليصطدم بسياج على جانب الطريق قبل أن يتوقف. كانت عضلات ذراعه ترتجف حين فتح الباب وهبط مطرا نحن نحو المرأة التي احتضنت الطفل في توتر. سيدتي، ما كان يجب أن تتركي طفلك؟ انفجرت جيلان جيلر صارخة. إنني أبحث عنه من ساعات، غادر الدار ساعات وساعات أبحث عنه. وهنا اقتربت سيارة بيكاب يركبها فلاح حوله أسرته الصغيرة. كان الفلاح يجرع شيئا من زجاجة وهو يطل برأسه من النافذة مغمغما. إنهم يأتون ليلا، يأتون ليلا حتى لا يزعجوا الأهالي. وهبت ريح مفاجئة فتطاير شعر جيلان في الهواء. ثمت شيء ما يتحرك من بعيد، شيء ما. ها هم هؤلاء قد عادوا، قالها الفلاح وجرع من زجاجته في لا مبالاة يحسد عليها. صاح روي وهو ينظر لأعلى. رباه! كان الشيء الذي دنا منهم بأقصى سرعة هو جسم ضخم تحف به الأضواء، وكان هذا الشيء فوق رؤوسهم الآن يتحرك نحو الغرب محدثا تفريغ هواء قاتل عجزوا معه عن التنفس. شعرت جيلان بوجهها يحترق بينما الشيء المضيء يمر من فوقهم في بطء شديد. روي يحتضنها لا شعوريا، ضوء أحمر صغير غير مفهوم يدور دورة سريعة ثم يلحق بالجسم الضخم ويغيبان في الأفق. الطفل يتواسف في مرح مهللا، آيس كريم. أما روي وجيلان فتجمدا لاهثي الأنفاس عاجزين عن الكلام. وفي هذه اللحظة انطلقت كرصاصة بسرعة 120 ميل في الساعة سيارتا شرطة مطاردتين هذا الجسم الغريب. إنهما مجانين، غمغم روي بينما سيارة شرطة أخرى تزأر مارة بهم. كاد هذا المجنون يصدمنا. ثم ركب سيارته محاولا تحريرها من السياج المهشم. لقد دار المحرك لحسن الحظ. ما هو ذا؟ لقد انتهى الكابوس ولم يكن يدري أن هذه هي البداية. الهاجس. ضاغطا على دواسة البنزين اندفع روي بسيارته عبر الطريق السريع مصغيا إلى نداءات رجال الشرطة عبر جهاز المذياع. كان من الواضح أنهم ما زالوا في أثر الجسم المضيء. عداد السرعة يثب إلى 95 ميلا ثم 97 ميلا ثم 99 ميلا، وبدأ يتبين الأضواء الخلفية لسيارات الشرطة التي تطارد الهدف. لم تكن المحاولة ذات جدوى لأن الأضواء الغامضة بدأت ترتفع لأعلى لتمتزج بالسحب المظلمة وتتلاشى تماما.
وأخيرا قرر روي أن ينسى الأمر برمته ويعود إلى إنديانا، وهنا رأى في الأفق البعيد شريطا من الأضواء. هل هي آتية من تولونو أم من وادي هاربر؟ المهم أن انقطاع الطيار قد انتهى. حين عاد روي إلى داره كانت الرابعة بعد منتصف الليل. روني روني، نادى زوجته وهو ذاهب إلى غرفة النوم، بينما كل عضلة في جسده ترتجف نتيجة لمخزون خفي من الأدرينالين في دمه. الغثيان يخنقه من فرط الإثارة التي عاشها. استيقظي يا حبيبتي. اتسعت عيناها الزرقاوان هلعا من وراء خصلات شعرها الأشقر المبعصرة. ماذا هنالك؟ حريق؟ أطفالي؟ الأطفال بخير، لن تصدقي يا ملاكي ما رأيت. نظرت للساعة المضيئة خلفه وغمغمت وهي تجذب الملاءة لتغطي رأسها. بالفعل لا أصدق، لا أصدق أن توقظني في هذه الساعة. هتف فينبهار. إنهم لا يتركون أصواتا خلفهم، لا شيء سوى الريح، وفجأة ووش ثم ووش ثم أخيرا ووش صغير أحمر اللون. لم تعلق روني لكنها غمغمت من تحت الأغطية. شركة الكهرباء تحاول من فترة الاتصال بك دون جدول. أعرف، لقد أغلقت هاتفي. ما كان يجب أن تفعل أيها المعتوه، اتصل بهم الآن. لا، لا وقت لهذا السخف. هل أمي غادر الفراش؟ يجب أن تري هذه المعجزة بعينيك. قالها وجذبها خارج الفراش. لم ترى أثرا للدعابة في كلامه فآثرت السلامة وأصلحت من شأن شعرها متذمرة. لكننا لن نترك الأطفال. الأطفال؟ حقا، يا أطفال يا أطفال. وفي هستيريا شرع يضع الأطفال الناعسين في ثياب الخروج، ثم حمل معه كل كاميرا في الدار وكل منظار مقرب أو تلسكوب. تساءل براد الصغير في تعاسة، هل نحن ذاهبون للنزهة؟ صاح أخوه توبي في فظاظة وقد تذكر، لس، أنت سرقت قلمي المضيء. لكن روي لم ينتظر لحظة، بل جر الأسرة كلها إلى الفناء الخلفي ليركبوا السيارة الواقفة هناك. فهتفت الزوجة بعينين مغمضتين، روي، لقد انتصرت لوجهة نظرك وأخرجتنا جميعا من الدار، والآن هل عدنا إلى الفراش؟ لم يرد روي وساعد الأطفال على الركوب، فجلست المرأة جواره ونظرت إلى وجهه في حيرة ثم تساءلت، روي، ماذا حدث لوجهك؟ إن نصفه أحمر. نظر إلى المرآة وأطلق سبة ثم غمغم، لنقل إنني كنت أصطافي أثناء نومك. وهدر محرك السيارة منطلقا إلى الطريق العام، إلى المكان الذي شاهد الحفل، إلى السياج المحطم حيث قابل الفلاح وأسرته وكاد يصدم ابن جيلان. إنه ينتظر، ينتظر ماذا؟ ينتظر أن تتكرر هذه التجربة. أرجوك تكرري، إن الشغف يملأه ليرى نفس الشيء من جديد، لكن الليل يلعبه لعبة قاسية ولم يعد رجال الشرطة ها هنا. فتحت الزوجة عينيها من نعاسها العميق وتلفتت حولها ثم سألت، ماذا تفعل هنا يا روي؟ ما الذي تنتظره؟ ستعرفين ما أعنيه حين ترينا. وأخذت عيناه تمسحان الظلام وتنظران للسماء في توسل، روي، إذن قل لي كيف يبدو؟ بلل بلسان شفتيه وغمغم، مثل قمع الآيس كريم. كان هذا فوق قدراتها على الاحتمال، لذا سألته ببراءة قاتلة، أي نوع من الآيس كريم؟ برتقال، آيس كريم برتقال، ولكن لا، لم يكن كذلك، بل هو مستدير وضخم و... ثم نظر لها وأسقط في يده حين أدرك أنها تمزح. قربت وجهها من أذنه وأشارت إلى النجوم المترقرقة في السماء وهمست، هل تذكر الماضي؟ حين كنا نجيء لأماكن كهذه كي ينظر كل منا للآخر؟ لكن روي
كان أبعد ما يكون عن الرومانسية في هذه اللحظة. لم تتحمل هذه الإهانة فانفجرت أخيرا برأيها فيه. رأيها في الرجل الذي يوقظ أسرته محطما دورة النوم عندها ليأخذ أطفاله إلى مكان كهذا زعما أنه رأى فيه آيس كريم برتقال لكنه مستدير وضخم. سينام الولدان في الصف غدا، وستظل سيلفيا مستيقظة حتى الثالثة صباحا في الأيام التالية. روي، نحن أسرتك، لا تعاملنا بهذا الأسلوب، إنه ليس الأسلوب الطبيعي. طبيعي؟ نظر لها روي في حيرة. لم تكن تعرف ولا هو يعرف أن علاقته بكل ما هو طبيعي قد دنت من نهايتها. لا توجد طرق مختصرة للوصول إلى بناريس، ولا يمكن إرسال طائرة حربية حتى بمعونة الحكومة الهندية إلى هذه المدينة العريقة المقدسة عند الهندوس، لأن الهنود لن يقبلوا ذلك، بالإضافة إلى أن هذا سيضر بسرية المشروع. كان لوفلين واثقا بأن لاكومب لو أعيته الحيل سيذهب إلى بانريس مرتديا ثياب غاندي البسيطة حافي القدمين متكئا على عصا خشبية. لهذا شعر بالامتنان للطائرة النفاثة التي نقلتهم من باريس إلى رانغون في نصف يوم، ثم إن هيليكوبتر حملتهم فوق الهضاب إلى بانريس خلال نصف ساعة. لكن الهبوط كان مشكلة حقيقية وسط هذه الحشود. صاح لوفلين في ذهول، انظر انظر إليهم، إنهم ألوف. صحح له لاكوم بكلامه، بل مئات الألوف، مذهل. قال لاكوم برافعا صوته فوق صوت المحركات، إن السادو هو رتبة دينية عليا عند الهندوس، رجل مقدس عندهم، لكنه أيضا رجل عملي، ولقد ظل يصغي أعواما وهو الآن ينتظر النتائج. كنت أظن أن الهندوس لا يبغون سوى السلام النهائي مع النيرفانا. هبطت الهليكوبتر مبعثرة الرمال هنا وهناك، ثم نزل لاكوم بمنها ومعه لوفلين وفنيان. أشعة الشمس تنحدر أفقيا منذرة أن نيرانها بعد قليل ستتدارى خلف الهضاب الغربية، وبدأ لاكوم بالتحرك. خلفه الرجال يحملون جهاز التسجيل وآلة تصوير 16 مليمتر وبطارية، يتقدمون ما بين صفوف الحجاج الذين ازدحموا، وبعضهم أحضر معه سلال الطعام، وبعضهم بدت عليه سمات الجوع والفقر. عائلات كاملة كانت هناك، والجميع ينتظر شيئا ما. كان السادو جالسا في وضع زهرة اللوتس، قدماه متقاطعتان تحته وعيناه مغلقتان وكفاه متلاصقان، كأنه طائر عملاق يتأمل. وعندما وصل لكم نهض أحد البراهما في حين دنا لوفلين كي يترجم ما يقال، ولم يحتاج لوفلين لكثير ذكاء كي يعرف أن البراهما هو مدير أعمال الكاهن. لم يبدو على السادو أي انفعال ولا حتى طرفة جفن تدل على أنه يدرك ما يدور حوله. من ثم اضطر لكم إلى أن يجلس جواره في وضع مماثل لوضعه على مسافة معقولة طبعا، وبدأ شريط التسجيل يدور وكذا آلة التصوير. تساءل لوفلين في سر عما يفعلون في هذا المكان العجيب، ماذا ينتظرون؟ لقد تكلم التقرير عن حادث لا يصدق، فأين هو؟ وهنا بدأ السادو يتحرك ببطء، ارتفع جفناه لأعلى، عيناه السوداوان في محجرين شديد البياض تحف بهما أهداب كثيفة سوداء، وببطء بدأ يقف على قدميه تاركا الباقين جاثين على ركبهم. فرد ذراعيه على امتدادها كطائر عملاق يوشك على الرحيل إلى السماوات، في حين توارى قرص الشمس خلف ظهره. رفع ذراعيه فوق رأسه هنيها، ثم عاد يهوي بهما إلى جانبيه كأنه مايسترو يقود أوركسترا كونية. نغمة خفيفة تتعالى من ألوف الحناجر باستمرار وثبات. بدأت النغمة تحفر طريقها إلى مخ لوفلين، ثم إن السادو حرك ذراعيه طالبا نغمة أخرى من الجموع، نغمة أكثر ارتفاعا. الحجاج يرددون النغمتين على التوالي، ثم لحظة صمت، بعدها جاءت النغمة الثالثة والرابعة والخامسة.
الأرض تهتز بالنغمات الخمس مراراً، النغمات التي قالت التقارير إنها أتت من النجوم منذ 4 ليالي، ومن حينها ظل الهندوس يرددونها مئات المرات. حتى الهواء نفسه يهتز بالنغمات الخمس. إنه الظلام، النجوم تلتمع فوق الرؤوس. رفع لوفلين رأسه ليرمق النجم الموجود عند طرف وعاء الدب الأكبر. قيل له أنه يتلألأ مع النغمات كأنما ليرسل رسالة بشفرة موريس، ثم إذا بالنجم ينفجر، ضوء قرمز يلتمع ثم يصير برتقاليا فأصفر فأخضر باهت، وإذا بالنغمات الخمس تدوي عبر الأجواء تعزفها آلة موسيقية لم يصنعها بشر. ساد الصمت بين الحجاج، وهتف الرجل الذي يحمل الكاميرا: يا للعنة! وهنا انتهت الأغنية. نظر السادو إلى لاكوم وهمس بالإنجليزية: السماء، السماء تغني لنا. تعانق الرجلان والدموع تنثال على خديهما، وهمس لاكوم بلكنته الفرنسية: إنها تغني لنا جميعا أيها الصديق. يحاول روي أن يركز بعض تفكيره على عملية حلاقة ذقنه. كان واقفا أمام مرآة الحمام يفرغ علبة الصابون، صابون الحلاقة، على كفه، ثم يرفع هذا الكف صوب خده. حين لفت نظره شيء ما، رفع كفه وجبل صغير من الرغوة فوقه إلى مستوى بصره، ثم بدأ يحاول إعادة تشكيل الصابون في صورة ما. إن هذه الصورة تتجاوز وعيه، لكنها تذكره بجنون، بشيء ما، شيء يفوق قدرات العقل البشري. كلنا نجتاز هذا الموقف، مكان تحسب أنك رأيته من قبل، وجه يبدو مألوفا لكنك واثق بأن هذا لم يحدث قط. يسمى علماء النفس هذه الظاهرة باسم ديجافو. بالتأكيد إن ما يشعر به الآن هو نوع من هذه الضلالات. وهنا دخلت روني الحمام فالتفت لها ليريها ما في يده. روني، بما يذكرك هذا؟ لم ترد على سؤاله، وببرود قالت: الليلة سيكون هناك حفل، ولا أريد منك أن تحكي قصة الآيس كريم للناس حتى تعرف حقيقة ما تتحدث عنه. كل ما هنالك أنني أريد أن أعرف ما يحدث في هذا العالم. قالت روني كأنها تقرر حقيقة نهائية: إنه مجرد شيء من تلك الأشياء، والآن لنغلق هذا الباب للأبد. وهنا دق جرس الهاتف، فرفعت روني كف روي المغطى بالصابون وضغطتها على وجهه مداعبة. تلوث وجهه بالصابون فبدا كلعبة من التي توضع في بانيو الحمام. ثم إنها هرعت لترد على الهاتف. بعد دقائق عادت له مرتجفة والدموع في عينيها: روي، كان هذا هو المشرف جريمسبي من شركة الكهرباء. ما عليه اللعنة، لقد طردوك يا روي. وارتمت بدموعها في أحضانه، الخدان متلاصقان وكريم الحلاقة والدموع، وتهاتفت: ماذا سنفعل؟ لقد طردوك، لم يحاولوا حتى الكلام معك. لم يرد روي، بل ظل يرمق المرأة في بلاها. لم يكن ينظر إلى وجهه ولا وجهها حيث تبكي على كتفه، بل إلى صورة غرفة النوم خلف كتفها، غرفة النوم حيث تكدست الوسائد فوق الفراش في إهمال، فبدت كجبل صغير كالذي كان يصنعه بكريم الحلاقة منذ دقائق. غمغم لنفسه: كلا، ليس هذا هو الشكل المطلوب. حينما تصير عاطلا يكون عندك وقت كافي لعمل كل ما يروق لك. كان روي يذهب إلى هناك كل ليلة، وكان الجميع قد صاروا أصدقاء قدامى، منهم الفلاح الذي كان مع أسرته في تلك الأمسية، وامرأة عجوز أحضرت كرسيا هزازا وجلست تحيك بالإبرة، وامرأة معها ألبوم صور يحوي صورا لهذه الأشياء التي اتفق الجميع على تسميتها بأشياء الليل. حتى صوت طائرة نفاثة تحلق في الشمال كان كفيلا بجعلهم يتوترون. ركع روي جوار عجوز في 80 من عمرها وتساءل:
هل يأتون هذه الليلة؟ رقرقت عيناها بالدموع وهمست. أتمنى ذلك، ألا تتمنى أنت؟ بلى، قالها بصدق، قالها بحرارة، وتركها ليتفقد رفاق التجربة الآخرين. لقد بدأ هذا الحشد يجتمع هنا كل ليلة بعدما ظهرت أشياء الظلام، واعتاد روي ناري أن يلحق بهم. وفي الظلام ميز تلك المرأة وطفلها اللذان كاد يدهمهما في تلك الأمسية بسيارته. رفع ذراعه محييا فجاءته مع الطفل. أتذكرنا؟ وكيف أنسى؟ جيلان جيلر، وهذا هو طفل باري. ثم أشارت إلى لفحة الشمس على خده، فهمس روي. أتعشم أن أحرق الخد الآخر هذه الليلة. أنا أيضا أصبت بحروق، قالتها وفتحت البلوزة كاشفة عن عنقها حيث كان الحرق. احمر وجه روي حياء فقالت: معذرة، إن رؤيتنا للأشياء معا قد جعلتني أشعر أنك أخي. وهنا استرعى باري الصغير الانتباه. كان جالسا على الأرض يصنع من الطين جبالا صغيرة، وأدرك روي في هلع أن الطفل يحاول تشكيل نفس المنظر الذي يؤرقه هو. سألت جيلان في شرود: هل فهمت زوجتك كلامك حين وصفت لها ما رأيناه؟ قال بشيء من السخرية المريرة: طبعا فهمتني تماما. لقد اتصلت بأمي أخبرها، فقالت إن هذه هلوسة ناجمة عن حياتي وحيدة. وأين والد باري؟ متوفي. ونظرت إلى بعيد، ثم ساد الصمت بعض الوقت. تأمل روي الجبل الصغير الذي كان الطفل يصنعه، ثم أضاف بعض قطع الحصى حوله، وسأل المرأة وهو لا يرفع عينيه عن الجبل الوليد: بما يذكرك هذا؟ انحنت على الأرض لتضيف بأظفارها بعض الخشونة إلى جانب الجبل الناعم، وقالت: أفضله هكذا. وكذلك أنا، ولا أدري السبب. وفجأة صرخ أحدهم: انظروا، انظروا نحو الشمال الغربي. نظرت جيلان وروي إلى حيث أشار وساد الصمت. رأى الحشد ضوئين ساطعين يتحركان أماما وخلفا، يرتفعان ويهبطان ويقتربان. رفع روي الكاميرا وغمغم من بين أسنانه: هذه المرة أنا مستعد. الضوئان يقتربان يعميان الأبصار بلا رحمة، وكانت ذراع روي ترتجف انفعالا. الضجة تتعالى وتتعالى، الهواء يتحرك، تزداد سخونته. ثم كانت طائرتا هيليكوبتر خاصتان بالقوات المسلحة تحلقان فوق الحشد، وصوت المحركات يصم الأذان، والمراوح الرأسية تطير المقاعد والحقائب والبطاطين، وتعمي العيون بالضوء والغبار. ثم تبتعدان بعد أن ما أشبع الطيران فضولهما. كان الهواء نفسه يهتز كما حدث في تلك الليلة. وللمرة الأولى بدأ الشك يساور روي حول حقيقة ما رآه في تلك الأمسية. فكل ما رآه قد تكرر، لكن السبب معروف في هذه المرة. منتصف الليل في باريستو بولاية كاليفورنيا، النجوم تلتمع كمسات معلقة في عباءة الليل، على حين تصغي أذن التلسكوب جولدستون العملاقة إلى السماء، وهو نفس التلسكوب الذي يقفو آثار الأقمار الصناعية وسفن الفضاء وفايكينغ، ساترن، فويجر، مارينر. وكان المكان يعج بالأجهزة وشاشات الكمبيوتر، لكن أغرب الأشياء على الإطلاق كان هو مشهد لكم جالسا أمام جهاز سينشايزر يعزف على مفاتيحه 5 نغمات متوالية. إننا نذكر هذه النغمات، سمعناها في الهند في باناريس حين عزفتها النجوم. ثم جاءت الإجابة. فجأة انفجر شلال من الورق خارجا من أجهزة الطباعة، ورق مليء بالأرقام. لقد تم الاتصال، لكومبو واثق من هذا. التف الرجال حول الأرقام يطالعونها، لكنهم لم يفهموا شيئا. قال أحدهم: يبدو لي هذا كرقم بطاقة الائتمانية. وهذا الرقم 40-36-10 هو مقاييس رجل نحيل جدا.
تعالت الضحكة، لكن لاكوم لم يفهم الدعابة. نظر نحو المترجم طالبا شرحه، لكن لوفلين كان شاردا يتأمل الأرقام وقد بدا عليه الاهتمام. تمت فكرة تلتمع في ذهني، فكرة مجنونة. ثم إن لوفلين صاح في الحشد الصاخب: من فضلكم. فساد الصمت. قال وهو يتأمل الأرقام التي أمامه: قبل أن تتحول مهنتي إلى مترجم كنت أقرأ الخرائط، وهذه الأرقام تبدو لي كخطوط طول وعرض. ساد الصمت برهة، ثم تواثب الجميع حول لوفلين يطلبون تفسيرا. قال أحدهم: لربما هم يعطوننا إحداثيات مجرة، زاوية أو شيئا من هذا القبيل. لا أعتقد ذلك يا رجل، أعتقد أن هذه إحداثيات موقع أرضي. كان هذا أقصى ما يتحمله الجالسون، وبدا للحظة أن كل إنسان يفتش عن خارطة، ثم تذكروا أن هناك نموذجا للكرة الأرضية في غرفة المدير. اقتحموا الغرفة وانتزعوا الكرة من مكانها ودحرجوها كلاعبي كرة السلة إلى الرضها، ثم ركع لوفلين على ركبتيه يتفحصها ويتتبع خطوط الطول. إننا نصعد أعلى عبر أنتراتيكا، المحيط، جزيرة عيد الفصح، المكسيك، كهوف كارلسباد. ثم في نفس اللحظة مد أحدهم إصبعه يتتبع خطوط العرض: من نيو هامبشاير، من سوتا، ساوث ديكوتا. ثم وتقاطع الإصبعان الطولي والعرضي عند بقعة شمالي غرب ولاية وايمينغ. صاح المدير في جنون: لا تقفوا هكذا كطيور البطريق، احضروا لي خريطة مقطعية لولاية وايمينغ بكل معالمها. عاد لاكومب إلى جهاز السينشايزر يواصل ضرب النغمات الخمس، في حين كان الحشد حوله يحتفل بأول اتصال حقيقي يتم مع الفضاء. كان الإكسليفون الصغير في حالة سيئة، لهذا بدت النغمات الخمس غريبة حين عزفها باري الصغير عليه، ولم يعزفها بسرعة، لكنه ظل يحاول مرارا حتى وصل إلى النغمة المطلوبة. أما الأم جيلان فأمضت اليوم ترسم أشكالا لا نهاية لها بالفحم والباستيل، فقد بدأت حياتها تدرس الرسم ولم تتخلص قط من هذه العادة. اليوم وجدت نفسها ترسم جبلا بعينه مرارا لا حصر لها، جبلا طويل مدبب كإصبع أرضي يفقأ عين الشمس، وكانت أخاديد خشنة تحيط به على عدة مستويات. لا تدري لماذا أحبت رسم هذا الجبل. وهنا دوى الرعد. خرجت جيلان إلى الخارج لترى، فوجدت السحب تحتشد في الغرب حاجبة الشمس الغاربة. الهواء يزداد سمكا معطيا صوت وإحساس سرب من النحل. ثم بدأت السحابة تتحرك لأسفل، نعم لأسفل نحوها، بينما داخلها تتواثب لمحات من الضوء الملون. همست في جزع: يا إلهي! وتراجعت للوراء ببطء، لم ترد أن تجري حتى لا ينتابها الهلع. إن هذه السحابة قادمة إليها وهي حقيقة لا وهم. دخلت المنزل، أوصدت الأبواب، أغلقت النوافذ، ازدادت سرعة حركتها وبدأ الذعر يتملكها. كان باري سعيدا يقهقه، فرحا مما هدأ من روعها نوعا. ثم فجأة ازداد ذعرها: إن هذا غير طبيعي، لا يوجد طفل يضحك بكل هذه السعادة بينما الرعد يزأر. وفجأة وثب الطفل من مكانه جاريا نحو النوافذ ليفتحها والستائر ليزيحها. باري لا! أمسكت به في غرفة المعيشة حين التمع البرق خلف ستارة النافذة ودوى هزيم الرعد، ثم انطفأ النور. وإذا بجهاز التلفاز والستيريو والمكنسة الكهربية كلها تدور تلقائيا. ثم سمعت جيلان الصوت وبدا لها كالمخالب التي تخدش ما فوق رأسها. حدقت في السقف بعينين متسعتين. صوت المخالب يهبط عبر المدخنة قادمة نحوها. وهنا دوى صوت عالي وغرقت الغرفة في ضوء برتقالي وانفتحت كل النوافذ. فخرت جيلان على ركبتيها مغطية أذنيها.
نور الحجرة يفعل أشياء شاذة، فمرة يغدو أحمر باهت ثم يتألق إلى أبيض مزرق يصيبها بالعمى. وكان باري في صوت الستوريو يتعالى، والمكنسة الكهربية تعوي ألما ثم تنطلق مطاردة جيلان عبر الغرفة، بينما باري هي تسمع ضحكته المنتشية في الظلام. في المطبخ انفتح باب الثلاجة وأخذت أضواءها تتلألأ باستمرار، بينما باري ها هو ذا يزحف على ركبتيه محاولا الخروج من الفتحة الصغيرة المخصصة لدخول وخروج الكلب. أمسكت بكاحله وبدأت تجذبه للخلف نحوها. رائحة الكهرباء في الجو، لكن قوة ما تجذبه إلى خارج البيت. توسلت جيلان في هستيريا: أرجوك اطلقي سراحه. جذبته بقوة أكثر، ثم أدركت دامعة أنها إن لم تطلق سراحه فلسوف يتمزق جسده الصغير، لهذا تركته ينزلق للخارج. وفي الثانية التالية كان قد اختفى. اندفعت جيلان تفتح باب المطبخ وهرعت إلى الفناء الخلفي، لكن باري لم يكن هناك. رأت شيئا يشبه الإعصار يدور حول المنزل مرتفعا نحو السحابة التي ارتفعت بدورها إلى عنان السماء. لم تدري جيلان ما تفعله، فقط شرعت تركض خلف السحابة، تركض إلى أن تعثرت وفقدت وعيها. كان آخر ما رأته هو نجم متفرد فوق رأسها يستحيل من اللون الأبيض إلى الأزرق فالأحمر، ثم غاب عن عينيها وغابت هي عن الوجود. هل جن زوجي؟ ما الذي تفعله في الجراج؟ مجرد نجارة، قالها روي رافعا صوته ليتغلب على ضوضاء مياه الصنبور إذ يغسل يديه، ثم خرج من الحمام يجفف وجهه في منشفة ووقف جوار روني. جاءتك مكالمة؟ نظر نحوها منتظرا بقية الخبر، فرأى الابتسامة الخبيثة على شفتيها. لم تقل اسمها. هي بدا لي أنها صدمت حين عرفت أنني زوجتك. من هي؟ وضعت السماعة قبل أن تقول. نظر روي إلى ساعة الحائط وغمغم. إن الوقت قد حان للذهاب إلى الاجتماع الذي نظمته القوات الجوية. وكانت روني ستصاحبه 50 ميلا، يجب أن تقطعها السيارة إلى القاعدة الجوية، وقد وصل قبل أن يبدأ الاجتماع 5 دقائق، الاجتماع الذي أعلن عنه التلفاز منذ أيام. سأل روي عن مكان استعلامات المدنيين فأخبروه به. دلف إلى قاعة الاستقبال وجلس على بعض المقاعد ينتظران مع مجموعة أخرى من الناس. وهنا دخلت جيلان جيلر من الباب، فنهض المحررون الصحفيون يصبون فوقها جحيما من أضواء الفلاش. ميسيس جيلر، هل أعطيتنا حديثا؟ بدت جيلان منهكة مهدمة ولم تنبس ببنت شفا. ميسيس جيلر، قلت إن طفلك اختفى ولم يترك أحدهم طلب فدية، فهل كررت قصتك أمام عدسات التلفاز؟ ماذا حدث وقتها بالضبط؟ بدأت جيلان تفقد أعصابها وسط زحام الأسئلة الجشعة القاسية، فتراجعت نحو المصعد حين لمحت روي واقفا عبر الغرفة فهتفت في هلع: لقد نالوا منه. ودخلت المصعد على حين حرقت روني زوجها بنظرة مقيتة، لقد فهمت أن هناك شيئا ما بين الاثنين. ودخل السيرجنت يرتدي ثيابا مدنية إلى الحجرة وقال للجمع: هلموا يا شباب إلى الداخل. كان عددهم 30 أو نحو ذلك من المدنيين الذين شاهدوا الحدث، وكان هناك بالداخل حشد من القوات الجوية والصحفيين، فأدرك روي أن العلانية ستكون هي شعار الجلسة. كان رجال القوات الجوية يحاولون إقناع الموجودين سدى بأن ما رأوه هو ظاهرة جوية كهربية تحدث مرارا، لكنهم اعترفوا بأنهم لم يجروا أي تجارب في المنطقة وبالتالي لا يملكون تفسيرا محترما لما حدث. وكانت النتيجة هي مشادة بين روي ومدير الجلسة،
مشادة لا يعرف لها سببا، فلم يكن قط بهذه العصبية والتوتر. ثم إنه انصرف محنقا. أما الجيلان فقد سئمت التحقيقات المتكررة حول اختفاء طفلها، من ثم أغلقت دارها عليها واعتزلت الجيران ومضت ترسم تكرارا ذلك الجبل، ذات الجبل الذي ترسمه كلما خالت لنفسها. قرب هانتسفيل بولاية تكساس في مصنع حديد مهجور، رطل من الشاحنات، شاحنات النقل العملاقة، يقوم حشد من الرجال بتحميلها بسرعة وكفاءة، والحمولة هي عدد من الصناديق والحقائب البلاستيكية المغلقة بإحكام، يقوم بتعبئتها رجال يرتدون المعاطف، على حين تقف مجموعة من سيارات الجيب تنتظر شيئا ما. توقفت سيارة فولكس فاجن قرب الزحام، ومنها نزل لكوم معه لوفلين وروبرت. سأل أحد المساعدين لكوم: هل سمت شيء في حقائبك تحتاج إليه؟ يجب أن نضعه على متن الطائرة حالا. فهم لكوم الذي لم ينم منذ 30 ساعة السؤال دون ترجمة، فهز رأسه أن لا شكرا. ولم يتملك لوفلين نفسه من الذعر حين أدرك أن لكوم سيظل ساهرا لمدة 96 ساعة أخرى. فالفرنسي كان ببساطة عاجزا عن النوم من فرط الاستثارة. في ذلك الوقت كان الميجور وولشي واقفا مع آخرين يدخنون السجائر ويجرعون القهوة. لقد عاد الميجور لتوه من بعض العمليات الخاصة في تنزانيا وزائير، ليجد مسؤولية مفزعة على عاتقه. انذار بالزلزال، لن يصدق أحد حرفا. إن هناك فلاحين وهنودا وحيوانات وكلهم يعرفون أن الزلازل غير واردة، قال رجل منهك نحيل القامة. ما زلت أحبز الفيضانات. ومن أين تأتي بالماء؟ قطع أحدهم وهو يعابث سلسلة مفاتيحه. وماذا عن احتمالات الوباء؟ هناك أبقار كثيرة في وايمينغ، وسيكون مرض الحمرة معقولة. أشعل الميجور والشي سيجارا وغمغم. لا بأس، لكنها لن تكفي لإخلاء الجميع. لابد من مهرج هنا أو هناك يزعم أنه محصن. أريد حجة قوية تسمح بإخلاء 300 ميل مربع من كل كائن حي. وكانت الشاحنات كلها تستعد للرحيل أمام عيني لكم، الذي أخذ يمضغ قطعة من اللبان الأمريكي متعجبا من أسلوب الأمريكان في الحياة، وإذا بسائق الشاحنة الأولى يخرج رأسه صائحا: إلى الغرب، أوه أوه. وتحرك الركب. قالت روني لأمها في الهاتف: لا يا أمي، أستطيع تولي الأمر بنفسي، شكرا على كل حال. وقلبت المزيد من الصلصة في الوعاء، ثم غطت السماعة بيدها وقالت لتوبي: اذهب وأخبر أباك أن العشاء معد. تردد توبي للحظة، ثم وقف جوار أمه حيث وقفت في المطبخ يسترق السماء. أنت لا تعاونيني يا أمه. وصلت روني الشكوى: إنه لم يطلب رأي الأطباء، لم يسأل أحد. واختلست نظرة من نافذة المطبخ إلى روي حيث جلس على سقف الجراج على مقعد متحرك، وعلى عينيه وضع منظاره المقرب يمسح به الأفق جيئة وذهابا. هو يقضي الوقت باحثا، نعم، ليس عن عمل بل عن شيء آخر. ثم نظرت نظرة قاسية لتوبي كي تجعله ينصرف وأردفت: أمه، يجب أن أنهي المكالمة الآن. ثم وضعت السماعة في شيء من الحدة. خرج توبي إلى الخارج ونادى أباه حيث جلس فوق سقف الجراج. ناداه في شيء من الخجل كأنما يخشى أن يسمعه الجيران: بابا، العشاء معد. لم يبدو على روي أنه لاحظ شيئا أو سمع شيئا، في الواقع لم يكن يسمع أحدا في هذه الأيام. بابا أرجوك. عندئذ انتبه روي وبدأ يهبط في درجات السلم إلى الأرض، ومن موقعها استطاعت روني أن ترى أن وجهه مبلل. لقد كان يبكي، يبكي خلف منظاره المقرب. رأت كذلك لحيته التي لم يحلقها منذ زمن. فكرت للحظة أن تلحق به ثم عدلت عن ذلك، أما هو فدلف قاصدا المطبخ
وهنا لاحظ نموذج القطار الذي صممه على مائدة غرفة المعيشة. كان سمة جبل بني اللون يقف في شموخ جوار القضبان. حاول بأنامله تغيير شكل الجبل راسما أخاديد على جانبي. أحشاؤه تتقلص وعقله يوشك على الانفجار. كلا، ليس هذا هو الشكل المطلوب. وجلس إلى المائدة دون أن يغسل وجهه أو يستبدل ثيابه، ولاحظ في مرارة أن الأطفال قد نأوا عن موضعه على المائدة كأنهم احتشدوا حول أمهم خائفين. قدمت له طبقه المليء بالبطاطس الممهوكة والسلمون، ولشدة عجبها وجدت أنه لم يلتهم لقمة واحدة بل حدق في الطبق ببلاها، ثم إنه شرع يقلب البطاطس بشوكته أمام عيون الأطفال المهتمة. كومها على شكل جبل كبير ثم غمغم، ليس كبيرا بما يكفي. ثم نهض ليتناول السلطانية الأساسية التي تحوي البطاطس، وتناول منها ملعقتين كبيرتين أضافهما لنموذج الجبل وتأمل المشهد منتقدا. ليس بعد، تناول ملعقتين أخريين، ثم دون إنذار آخر شرع يشكل الجبل بيديه العاريتين محاولا إعطائه شكلا ما، ثم رفع عينيه فوجد الأسرة كلها ترمق في صمت. ابتسم بافتعال وتمتم محاولا أن يكون ظريفا، لقد لاحظتم يا أطفال أن بابا يفعل أشياء غريبة، لكن لا تقلقوا، ما زال بابا هو بابا. ثم ابتلع ريقه وأرضف، إنه شبيه بذلك الشعور المزعج حين تحاول تذكر لحن أغنية تعرفها جيدا لكن اللحن غائب عنك، لا أدري كيف أعبر. ثم تحشرج صوته، أنا بخير صدقوني. ثم ترك المائدة. كاد الأطفال يلحقون به لكن صوت أمهم الآمر انتهرهم، اجلسوا وكلوا. وبقلب كليم رفعت الشوكة إلى فمها على صوت بعيد للمياه المتدفقة من الحمام. سمعوها وسمعوا كذلك صوتا مختنقا لرجل يبكي. نهضت روني إلى باب الحمام وأصغت لثواني، ثم نادت رجلها بنعومة وهي تقرع الباب، حبيبي روي، هل فتحت لي؟ لم يرد. حاولت فتح المقبض لكنه كان مغلقا. صوت النحيب مستمر من الداخل. نادته بصوت أعلى لكنه لم يجب. هرعت إلى المطبخ وأحضرت سكين الزبد أمام عيون الأطفال المذعورة. كانت تعرف ما ينبغي عمله، فالأطفال كثيرا ما يحبسون أنفسهم في الحمام. مدت السكين من بين القفل وإطار الباب وضغطت على الزلاجة فانفتح الباب. كان الحمام مظلما والماء ينهمر في البانيو نصف المليء، بينما الروي قابعا في الركن القصي يئن ويداري فمه بيده محاولا كتم صوت بكائه، فما إن رآها حتى حاول أن يبتسم. إنه شيء كالفواق، لم أستطع توقف قط، ماذا يجري لي؟ قالت محاولة أن تتماسك، لا عليك يا روي، لقد أعطتني أمي اسم ذلك الرجل، إنه طبيب. عاد يئن من جديد فجففت جسده وساعدته على ارتداء ثيابه وهي تستطرد، هذا الطبيب يمارس علاج الأسرة، سنذهب إليه جميعا وسيسمع لنا جميعا، فربما ليس الخطأ خطأ، من يدري. وابتلعت ريقها شاعرة أنها تنصح طفلا من أطفالها، عدني يا روي أن تذهب، أرجوك عدني. أنا لا أحتاج إلى طبيب، أنا أحتاج إليك أنت. كادت تجن، ضربت الأرض بقبضتها الدقيقة وصرخت، أنا لا أملك لك عونا. واحتشدت الدموع في عينيها، كل هذا الهراء قد أحال منزلنا جحيما، إنني أكرهك في هذه الحال. أمسك بيدها برفق فتملصت منه ووصلت الصراخ، لم يعد أحد يزورنا، تركت عملك، نحن في أسوأ حال ماديا، إنك تدمر هذه الأسرة يا روي، تدمرها. إنها لم تعد تتحمل كل هذا، لم تعد تتحمله. حين انتظمت أنفاس روني غادر روي الفراش. كانت الخامسة بعد منتصف الليل حين نهض قاصدا غرفة المعيشة. لقد صار منظر الغرفة مفزعا من الفوضى
وقصاصات الجرائد الملصقة هنا وهناك تتحدث عن الأجسام الطائرة غير المعروفة. جلس يتأمل الجبل الذي بدأ تشكيله أمس قبل العشاء جوار نموذج القطار، ولقد وجد سخيفا فهمس. كلا، ليس هذا هو الشكل المطلوب. بابا، صوت ابنته سيلفيا صحت من نومها حاملة دميتها المفضلة، وجاءت غائمة العينين بفعل النعاس لترى ما هنالك. ملاكي، يجب أن تكوني في فراشك الآن. بابا، هل ستصرخ فينا ثانية اليوم؟ هذا هو ما صرته يا روي في عين أطفالك، آلة صراخ، لكنها تتحمل كل هذا لأنها ببساطة تحبك. يا لك من وغد يا روي، احتضنها في حنان ولثم خدها وأقسم أن ينتهي كل هذا السخف الآن. في عصبية بدأ يمزق كل قصاصات الورق التي تتحدث عن الأطباق الطائرة مرددا. انظري انظري يا سيلفيا، لقد شفيت. كانت الطفلة ترمق غير فاهمة لما يحدث، لكنها بحكم سنها سعيدة بكل هذه الفوضى. ها هو ذا ينتزع الجبل الصغير من موضعه جوار قضيب القطر، إنه متماسك. انتزع الجبل لكن قاعدته ظلت متشبثة بالمائدة متصلة بجزء مهشم من النموذج. توقف لحظة واتسعت عيناه ذهولا، ثم هتف: سيلفيا، هذا هو الشكل المطلوب. وحين استيقظت روني بالعاشرة صباحا، كان ذلك على صوت ضوضاء غير عادية قادمة من الحديقة، صوت ضحكات وصوت أشياء تتهشم. خرجت من تحت الأغطية وارتدت روبا وهرعت لترى. يا للهول، لقد انتزع السلك الواقي من الحشرات المثبت على نافذة غرفة المعيشة، وكوم عشرات الشجيرات المنتزعة من الحديقة و... روي، هرعت للحديقة لتجد الأطفال يحملون شجرة أزاليا نحو أبيهم. كان الأب واقفا على سلم خشبي يصيح في أطفاله: هلموا هلموا يا رجال. وإذا به يلقي بالشجيرة داخل حجرة المعيشة، بينما سيلفيا تفرغ التراب من النافذة إلى الداخل. سأل توبي في مرح: بعد هذا هل يمكننا إلقاء القاذورات في حجرتي؟ توقف، صرخت روني غير مصدقة لكل هذا. كان حشد من الجيران يقفون فاغر الأفواه يرمقون هذا السيرك، وهرعت نحو زوجها عاجزة عن الكلام. قال لها مفسرا: لقد وجدتها، هل نظرت في حياتك إلى شيء ما من ناحية فوجدته سخيفا، ثم من ناحية أخرى فوجدته معقولا؟ هذا هو ما حدث. روي، أنت تثير هلعي. لا تخافي يا ملاكي، أنا بخير، قالها وانتزع مائدة صغيرة من الألومنيوم وجدها بالحديقة وألقاها من النافذة لتسقط فوق الشجيرات وأكوام الغبار. لا تقل إنك بخير ثم تقذف بالحديقة داخل غرفة المعيشة. وهنا التمعت عيناه بفكرة جديدة. سلك عشة الدجاج. ورأته يهثب عبر سور الزهور إلى حديقة الجيران قاصدا عش الدجاج الخاص بهم، ورأته يعالج السلك محاولا انتزاعه من مكانه، ثم اتجه إلى لفة سلك موضوعة عند مدخل الجراج وجذبها عائدا إلى الحديقة. صرخت الجارة ميسيس هاريس في توحش: أيا ما كان ذلك الذي تفعله فهو سرقة. صاحت روني في يأس متوسلة: سيعيد السلك لك يا ميسيس هاريس، سيعيده. كان الطفلان قد التصقا بها وقد ولت نوبة الحماس الأولى التي جعلتهما يساعدانه. كانا خائفين الآن، وقد أدركا للمرة الأولى أن أباهما مجنون، مجنون حقا. ومن نافذة غرفة المعيشة طارت لفة السلك لتلحق بما سبقها، ثم إنه عاد يفتش في الفناء عن مواد خام أخرى تصلح. صرخت روني في هستيريا: روي، سأخذ الأطفال إلى دار أمي. هذا جنون يا ملاكي. هذا ماذا؟ قلت ماذا؟ وحملت في يدها سيلفيا وساقت الأطفال إلى السيارة، ثم أغلقت الأبواب وأمنتها ورفعت الزجاج لتمنعه من اللحاق بها وحتى لا تسمع صراخه. روني، أرجوك أن تبقي، ابقي معي.
صرخت من وراء الزجاج. بدا لروي وكأنها تخبو بعيدا عنه. أبقى حتى أراهم يأخذونك في قميص الأكمام. وأدارت المحرك وتراجعت بالسيارة للخلف. عندئذ رمى روي بجسده على مؤخرة السيارة متشبثا بالإريال، فلم يكن أمامها سوى أن تندفع للأمام وتدوس الفرامل فجأة، فيطير روي من مكانه وتواصل هي الاندفاع بالسيارة مبتعدة. الطريف في الأمر هو أن روي حين نهض مهشم الأوصال من سقطته وجد نصف دستة من الجيران والمارة واقفين يراقبونه خلف السور. ابتسم في حرج ودلف إلى داخل الدار ليواصل ما بدأه من عمل. وعلى صوت الهراء والتمثيليات السخيفة القادمة من جهاز التلفاز، ظل روي يعمل في غرفة المعيشة لعدة ساعات دون طعام ولا شراب ولا كلل. لقد بدأ الهيكل العملاق يولد، هيكل شيء عملاق يتعالى شيئا فشيئا، ثم يأتي دور السلك الذي اقترضه من ميسيس هاريس، وبه بدأ يخلق منحنيات أكثر تعقيدا وأقل خشونة، والآن يصنع عجينة طينية من كل التراب الذي نقله من الحديقة ثم يغطي بها السلك. وفي الخامسة عصرا تأمل ما فعله وغمغم في ضيق، كلا ليس هذا هو الشكل المطلوب. كان ارتفاع الشيء 9 أقدام الآن، مغروسة على محيط شجيرات صغيرة هنا وهناك، بينما جوانبه المنحدرة تقطعها خطوط حادة، لكنه لم يقتنع بعد. روي ما زال غير راضي. بدأ يغير مواضع بعض الشجيرات ويزيل بعض المرتفعات حتى تماما هذا هو الشكل الصحيح. ولم يكن يدرك أن هذه هي المرة الثالثة بل الرابعة التي يمارس فيها هذا العمل. مرة مارسه بكريم الحلاقة، ومرة مارسه بالبطاطس الممهوكة، ومرة مارسه بالطين جوار باري الصغير حين ساعده بتشكيل الجبل النموذج الذي كان الطفل يصنعه. لكنه هو هذه المرة، لقد خرج للوجود نسخة طبق الأصل من الجبل الحقيقي. أخيرا يلتقط روي أنفاسه ويهدأ بالا. لقد كانت رغبة مجنونة تحركه كي يصنع هذا الشيء، وقد حدث. لقد ضحى بالكثير كي يصنعه، يصنع هذا النموذج الضخم، ولكن ما معناه بعد كل هذا؟ وما المقصود منه؟ جهاز التلفاز كان يستخدمه الآن كمذياع يصب الهراء في المكان. الهنود حرقوا المزرعة في مسلسل بونانازا، ولوسي فرت من العمل لتقابل رئيسها. انهار الشاهد تحت وطأة أسئلة بيري ميسون المحنكة، وترك روي جبله واتجه للهاتف ليطلب روني عند أمها، لكن الأم قالت في فتور، آسفة يا روي، لكنها لا ترغب في الحديث إليك. ناديها، أرجوك ناديها. ثم إنه ظل ينتظر 2 ثواني والتوتر يمزقه، ثم فجأة سمع صوت التك المميز لوضع أحدهم السماعة هناك. جن جنونه وأعاد طلب الرقم، لكنه وجد الهاتف مشغولا هذه المرة. لقد رفعت روني السماعة، وضع السماعة ونهض شارد الذهن يتأمل شاشة التلفاز. إنها نشرة أخبار 9. ها هو ذا شاب مصفف الشعر بعناية يرمق الكاميرا ويبتسم. مساء الخير. كارثة حدثت عبر خطوط نقل إمدادات الجيش. تسرب للغازات السامة يؤدي إلى أكبر إخلاء يحدث في تاريخ المنطقة، ومسرح الأحداث هو برج الشيطان في ولاية وايمينغ. مراسلنا تشارل ماكدونالد يقدم تقريره. وظهر المذكور مرتديا معطفا ويحمل في يده ميكروفونا صغيرا أمام خلفية من الشاحنات تتحرك، وعلى البعد ظهرت قمة جبل ما. إنه وقت الغروب في وايمينغ، بينما ألوف من الناجين يبتعدون عن مكان الكارثة، والسبب 3 شاحنات محملة بغاز الأعصاب شديد الخطورة. كانت الشاحنات تنقل للتخلص منه حين حدث انهيار أدى لتسرب حمولتها عند منطقة والكاشي، والآن تمشط القوات البرية ومشاة البحرية منطقة قطرها 100 ميل يقع مركزها في القمة المعروفة باسم برج الشيطان. وظهرت على الشاشة صورة مقربة لهذه الهضبة.
يا للسماء. وفي اللحظة التالية كان روي راكعا أمام شاشة التلفاز يرمق في ذهول برج الشيطان، الجبل الذي انتهى لتوه من صنعه، الجبل الذي أرق منامه طيلة الأيام الماضية، نفس الجوانب المتعرجة والقمة المسطحة، ذات الأشجار، ذات كل شيء. صرخ بأعلى صوته: روني، أنا لست مجنونا. لم يكن هذا وليد عشوائية عقل مريض، بل كان له هدف، له معنى. ثم توقف عن الصراخ وبدأ يدرس موقفه. ستكون رحلة عسيرة حقا إلى وايمينغ، والكارثة أنه سيقوم بها وحيدا. إلى برج الشيطان. كانت جيلان جيلر تتدهور في تلك الأونة. لقد فقدت كيلوغرامات كثيرة منذ رحيل باري، واختلت حالتها النفسية، فلم تغادر الدار طيلة الفترة الماضية. وفي غرفة المعيشة التي اختارتها لعزلتها، بدا المكان كأنه معرض لعمل فني واحد متكرر. آلاف الرسوم بالفحم لنفس الجبل الذي أتعب روي في تقليده. فيما عدا ذلك كانت تفتح التلفاز أحيانا كي لا ترى ولا تسمع شيئا على شاشته، لكنها في هذه الليلة قررت أن تتابع نشرة المساء، وكان أن رأت برج الشيطان على الشاشة وسمعت صوت مذيع: يراقب الجيش وقوات الحرس الوطني عمليات الإخلاء، وقد تم إبلاغ العائلات التي تم إخلاؤها أن الخطر سيزول بعد 72 ساعة حين يهبط تركيز السم إلى 50 جزءا في المليون، وهذا يعني أن الجميع سيعودون إلى ديارهم قبل عطلة نهاية الأسبوع. هرعت إلى رسومها لترى ذات البرج أو الجبل الذي رسمته مرارا، وبعد دقائق من الشرود استجمعت أجزاء روحها المبعثرة وحملتها إلى الحمام، فاغتسلت وجففت شعرها ومشطته، ثم حملت حقائبها مغادرة الدار، داعي الله أن يكون هذا هو الطريق إلى باري. في نفس اللحظة تقريبا كان روي يستحم ويحلق ذقنه. كان في حوزته $20، ثم وجد $20 أخرى حيث أخفتها روني في مؤخرة فريزر الثلاجة حيث لن يجدها اللصوص. وشاعرا بالإثم هشم حصالة نقود براد يجد بها $4. وفي 8:30 صباحا ذهب إلى البنك التجاري ليسحب $40 من رصيده البالغ $42. والآن يأتي دور حافلة الساعة 9 التي نقلته إلى سينسيناتي. وفي 11 وصل إلى المطار ليسأل الموظفة عن طريق مختصر، فكان أن أوصته برحلة جوية إلى دينفر ثم توصيل إلى شين. ذهب ليبتاع ورقا ومظروفا وجلس ليمارس هذه المهمة العسيرة، كتابة خطاب لأطفاله. على المظروف كتب أسماءهم براد وتوبي وسيلفيا. بدت له الأسماء غريبة لأنه لم يكن قد كتب لأحدهم من قبل. أطفالي الأعزاء، سأكون بعيدا لفترة، فإذا ما عدت. وتوقف لبرهة ثم شطب الجملة الأخيرة وكتب: عندما أعود ستكون لدي قصة مسلية أحكيها لكم، يجب أن أفعل ذلك، فلا يوجد حل آخر لدي. وهنا صارت الرؤية متعذرة، فأدرك أنه دامع العينين لكنه واصل الكتابة: ساعدوا أمكم، وأنا واثق من قدرتي على الاعتماد عليكم. ولكن لا داعي للكذب يا روي، بالتأكيد سيكرهك الأطفال فيما بعد ما لم يكرهك فعلا الآن. يجب أن توضح لهم الأمر أكثر، هم يستحقون ذلك بالتأكيد. أعلم أن كل هذا لا يعني لكم شيئا ولا لأمكم، لكن لتعلموا أن كل إنسان يملك رغبة سرية وأمنية، وهذا الشيء أقوى مني بمراحل. كانت الدموع قد بدأت تغرق خديه وتنساب من أنفه، هو ذا جالس معدوم الحيلة. يوقع الخطاب ببابا ويضعه في المظروف ثم يرميه في صندوق البريد. وحين ضوى الصوت في الميكروفون يعلن قيام رحلته، كان ما زال واقفا جوار صندوق الخطابات يرمقه بذهن متبلد وكتفين محنيين. كان مات هيرتز يمقد كل شيء بالوجود في هذا اليوم العصيب،
يمقت عمله في تأجير السيارات، يمقت استبدال الإطارات، يمقت وضع البنزين، يمقت روي ناري قبل أن يراه. فما إن رأى هذا الأخير حتى هتف بطريقته الفظة: هذا أنت، لقد تأخرت وقتا لعينا حتى وصلت. ها هي ذي السيارة الجيب التي طلبت بالهاتف أن تستأجرها. إنك أيها اللعين محظوظ، كثيرون أرادوا أن يأخذوها بسبب الظروف القذرة، ولولا الحجز اللعين الذي أجريته لتخلصت منها في دهية منذ أسبوع. وقع هنا وهنا، أين المدعوقة رخصة قيادتك؟ احتج نيري في حدة: لم أعتد هذه المعاملة لا عليك، حين تنتهي من هذه السيارة اللعينة دع المفاتيح في مطفئة السجائر القذرة، لأني سأرحل الآن ولن أكون هنا حين تعود. وأوصل روي إلى الجراج وناوله المفاتيح، ثم دون كلمة أخرى، ركب سيارة بيكاب عتيقة وذاب وسط سحابة من الأتربة. فتح روي باب السيارة، أدار محركها وفتح المذياع محركا المؤشر إلى حيث نشرت الأخبار: آلاف بلا مسكن، وزارة الدفاع تعلن المناطق التالية غير آمنة وداخل النطاق الأحمر: كل الطرق شمالي كراو هارت، كل الطرق المؤدية إلى جراند تيتون، كل ما هو غرب بحيرة يولستون، كل ما. أغلق روي المذياع وتفحص خريطة الطرق. غاز أعصاب أو لا غاز أعصاب لا يهم، هو ذاهب إلى برج الشيطان مهما كانت النتائج. إن سيارته هي الوحيدة عبر أميال المتجهة غربا إلى تيتون، أما الطرق الشرقية كلها فكانت مزدحمة بسيارات الفارين من الخطر. وجوار محطة القطار كان الطريق مسدودا بقوات من الحرس الوطني، شاكي السلاح تلتمع وجوههم في ضوء الشمس، بينما السيرجنت يمسك بمكبر صوت صائح في الحشود: على كل من يحمل بطاقة زرقاء أن يتحرك سريعا، أما حاملو البطاقات الحمراء فعليهم الانتظار. الأغنام هنا وهناك، مما يجعل حركة السيارات مستحيلة، مشاجرات بين الرعاة وركبي السيارات، طائرة هيليكوبتر تحوم فوق الرؤوس قاصدة مرتفعات تيتون، ضابط يدنو من روي حاملا كشفا مليئا بالأسماء ويسأله: هل لك أقارب في المنطقة الحمراء؟ نعم، سو إيلين شقيقتي. اسمها الثاني؟ هنريس دورفر. مضى إصبع الضابط يجوب الصفحات تحت حرف الهاء ثم غمغم: لا، هنريس دورفر هنا. صرخ روي متظاهرا بالهلع: رباه، إذن هي بعد في نطاق الخطر. لقد أخلينا المكان تماما أمس. نسيتم سو إيلين، إذن ملاك صغير. مستحيل. تقلصت كفة روي على عجلة القيادة: إذا دعني أرى بنفسي، إن بابا وماما لن يغفر لي ترك صغيرتهما تموت لمجرد أنني كسول أو ضعيف الشخصية. اسمعني يا سيد هنريس دورفر، أنت تفهم الإنجليزية، لن يدخل أحد هنالك، وقد أعطاني الجيش صلاحية كاملة لإطلاق الرصاص على من يحاول التسلل، هل فهمت؟ تقلصت الابتسامة من وجه روي وأدار عجلة القيادة عائدا أدراجه، سامعا عبارة أخيرة قالها أحد الواقفين للضابط: متطفل آخر؟ بالطبع، إنني أستطيع شمهم من بعيد ولو في قلب أصار. حقا يا روي، هل أنت مجرد متطفل آخر؟ بالطبع لا، ربما أنت باحث أو فضولي، من يدري، ربما أنت ضيف مدعو إلى حفل ما. لقد دمر حياته بالكامل من أجل دعوة أرسلها إليه شخص ما، وهذه الدعوة تقول بكل وضوح إن الحفل سيكون في برج الشيطان، ولكن كيف تصل هناك؟ إن 50 ميلا مسافة كبيرة، وربما تعرضت لإطلاق الرصاص عليك، وربما تسممت بفعل غاز الأعصاب. وهنا شاهد رجلا نحيلا أصلع الرأس له فم واسع، فم رجل يجيد الكلام ويحب الصرصرة. كان هذا الرجل يقف وسط حشد من الناس صائحا: اسمعوني يا سادة، إن غاز الأعصاب جي إم هو غاز عديم اللون والرائحة، ولن تعرفوا أبدا أنكم تستنشقونه إلا حين تتسع حدقاتكم وتسيل أنوفكم، عندئذ ستلومون أنفسكم على أنكم لم تبتعوا أحد أجهزة الإنذار التي باعها لنا الرجل الأصلع.
وابتلع ريقه وأرضف. وحين تسيل الدماء من أفواهكم وأنوفكم، وحين تتقلص عضلاتكم، عندئذ سيقتلكم الندم يا سادة على عدم شراء جهازي. ورفع قفصا صغيرا رخيصا به طائر أصفر صغير معدوم الحيلة وصاح: هذا العصفور يعطيكم ساعة إنذار كاملة. سيموت بمجرد أن يشم أثر غاز العصاب $50 فقط، يا بلاش. بدأ الناس يخرجون نقودهم على حين استطرد الرجل: لدي كذلك حمام $30 فقط، إنه يعطيك 45 دقيقة، ليس ساعة كاملة مثل العصفور لكنه أرخص. دنا روي من الرجل طالبا عصفورين، فصاح هذا: عصفوران خير من واحد، وحمامة خير من لا شيء. وحمل روي القفص عائدا إلى السيارة حين سمع صوتا يناديه باسمه. نظر فوجدها تقاتل للخروج من وسط الزحام. جيلان قاتل بدوره للوصول إليها. الجنود يصرخون، الأغنام تتزاحم، صراخ بائع الطيور، قطار الإخلاء يهدر، الشمس تدنو نحو الغرب. أخيرا أمسكها بين زحام الأغنام والبشر. امرأة تصرخ، شاب يضع ووكمان على أذنيه، رجال يحملون أقفاص الإنذار، أب يحمل طفليه على كتفيه. أمسكها وقال لها وقالت له أشياء لم يسمعها أحدهما. أمسكها وقادها عبر طوفان البشر إلى السيارة، فجلست هناك تغطي عينيها بيديها وتنتحب. أدار المحرك وبدأت الحركة. روي، أنا سعيدة أنني وجدتك. وكذلك أنا. أين زوجتك والأطفال؟ لم يرد لأن الطريق كان مسدودا بسيارة جيب وجنديين من الحرس الوطني يتأكدان من أن أحدا لن يحاول مغادرة الطريق الرئيسي. لقد تركوني، بدوت لهم مجنونا أكثر من اللازم. ثم غمغم وهو ينظر إلى جانب الطريق: اسمعيني يا جيلان، نحن لم نأتي هنا لنعود أدراجنا. لكنهم سدوا الطرقات. لابد من وسيلة، إن هذا البلد كبير ويمكن الاختفاء فيه. كانت الحقول على جانبي الطريق تفصلها عنهم أسوار من الأسلاك الشائكة، ولقد بدأت الأسلاك تصدأ في عدة مواضع. تراجع بالسيارة للوراء ثم ضغط دواسة البنزين بأقصى قوة، وتصاعد الغبار من تحت العجلات واصطدمت مقدمة السيارة بالسلك الشائك فتمزق واندفع روي عبر الفتحة. الآن تمضي سيارة روي مهتزة فوق المطبات العديدة. جيلان ربطت حزام النجاة ومضت تتأمل العصفورين في القفص الذي وضعته على حجرها، ثم واصلت حديثها: من أجل باري، نزح رجال الشرطة النهر، قلت لهم إنه لم يغرق لكنهم لم يعيرون انتباها، دخلوا كل منزل في الجوار وفتشوه وسألوني عما إذا كنت قد لمحت أغرابا في الفترة الماضية. كان روي يقود السيارة كمجنون، محركا عجلة القيادة بعنف كي يتفادى الصخور هنا وهناك، وكانت جيلان تقاوم الشعور بالغثيان. لم يكن هناك بشر ولا حيوانات ولا حتى طرق ممهدة، فقط ظل يأمل أن تتحمل العجلات ومص الصدمات كل هذه الإهانة حتى يصل إلى برج الشيطان. ظل كذلك يأمل أن لا يكون أحد ممن رأوه يهشم السلك الشائك قد كلف نفسه عناء إبلاغ رجال الحرس الوطني، والآن ها هو ذا يهشم سلكا شائكا آخر مندفعا عبر طريق يغطيه الحصى إلى برج الشيطان. ومعا رأياه على بعد ميل، فأوقف روي السيارة. إنه كما تخيلته بالضبط. ولم يستطع التعبير أكثر، ذلك الشعور العجيب بأنك قد نجحت في تجميع أجزاء اللغز حتى صار لها معنى أخير. كان البرج يقف وحيدا متفردا. القشعريرة تسحف عبر كتفي روي حين أدرك أنه صنع نموذجا متقنا لهذا الشيء دون أن يراه. سعل لينظف حلقه ثم غمغم: أعتقد أننا يجب أن نتحرك وإلا رأونا. ووجد محطة بنزين منسية عن قرب،
فذهب روي إليها وحاول تشغيل الطلمبة، ثم دس الخرطوم في خزان وقود سيارته. لم تزل هناك كهرباء لحسن الحظ، وأخيرا امتلأ الخزان. وهنا سمع صوت الهليكوبتر، جذبها من ذراعها ودخل إلى كابينة المحطة آملين أن تمر الطائرة دون أن تلاحظ شيئا. كانت مجموعة من طائرات الهليكوبتر الخاصة بالقوات الجوية تدنو منهما، وثم الطائرة انفصلت عن الحشد ثم هبطت بسرعة حتى كادت تلامس سقف الكابينة. وشاهد رجلا يطل من الهليكوبتر مرتديا منظارا أسود وفي يده كاميرا فورية يصوبها نحوهما. أطلق روي سبة ومد يده إلى جيبه مخرجا ورقة $10، لوح بها عاليا ليراها الرجل في الطائرة، ثم اتجه ليضعها تحت صخرة فوق طلمبة البنزين ليعلن أنهما ليس للصين. وفي تؤدة استدارت الطائرة متجهة لجبل الشيطان. إذن هيا بنا قبل أن يعودوا. وركب السيارة مع جيلان منطلقين فوق الحصى بسرعة 70 ميلا في الساعة، وكاد يصلان لهدفهما دونما مشاكل لولا ذلك الطائر، الطائر الصغير الذي وجداه على الأرض ميتا راقدا على ظهره، وقد ارتفعت قدمه لأعلى مما دفعهما إلى إيقاف السيارة لتدارس الموقف. في صمت نظر روي لجيلان ثم تساءل: أتريدين العودة؟ ماذا قتلوا يا روي؟ إن العصفورين في حوزتنا بخير. إن قصة غاز الأعصاب هذه مزورة بالكامل، وأكد لك ذلك. لكن الاحتياط لم يمنعهما من تكميم أنفيهما بالمناديل، وواصل الرحلة. وصلها إلى أن وجد 4 سيارات لها لون زيتوني مميز واقفة في صف مغلق الطريق أمامهما، ونظر للخلف فوجد سيارات أخرى تسد طريق العودة. تراجع روي للوراء وأدار عنقه ليرى ما هنالك من النافذة الخلفية، ودون كلمة أخرى رفع زجاج النافذة وأمن الأبواب، ثم انفتحت أبواب السيارات ورأى أشكالا تخرج منها كأنها بشر مصنوع من الذهب، كلهم يرتدون ثياب رواد الفضاء ذهبية من قطعة واحدة، وعلى ظهورهم خزانات تحوي شيئا ما. خطر لروي أنهم يبدون كأنهم يعلنون عن فويل ألمونيوم للطهي، ودنا أحد الرجال بحذر من السيارة بيده لوحة صغيرة سوداء كتب عليها بالطبشور رسالة بخط واضح: كيف تشعرون؟ فقد روي أعصابه من سخف السؤال، فأنزل الزجاج وصاح: وكيف تشعرون أنتم أيها المهرجون؟ أشار الرجل لهما كي ينزل من السيارة، ثم دنا رجل آخر يضع على بذلته الذهبية علامة الصليب الأحمر، وتناول القفص من يدي جيلان، ثم دار حول السيارة ليرفع القفص أمام عيني روي. كان العصفوران راقدين على ظهرهما عاجزين عن الحراك، فلم يستطع روي الكلام، ودون كلمة أخرى ناولوا كل منهما قناع غازات وأركبوهما عربتين منفصلتين، عربتين من نوع الفان الشبيهة بسيارات الإسعاف. كانت العربة من الداخل كاملة الاستعداد الطبي، وقد أدرك روي أن هؤلاء الرجال هم جميعا أطباء، لكنه لم يستطع النظر خارج العربة لمعرفة وجهتها. كانت الشمس قد غربت حين وصلوا وجهتهم الغامضة، فتحوا له باب العربة الخلفي لينزل، وعلى ضوء الغروب رأى خياما وسيارات متفرقة وحشودا من الرجال الذهبيين، أقرب شيء إلى معسكر خاص بالجيش لغرض ما. ونظر إلى ساعته، كانت 7 مساء. أدخلوه دون كلمة واحدة إلى قفل هوائي يقود إلى مقطورة صغيرة بحجم التابوت، وجلس على سرير فحص يرمق الرجلين اللذين ينزعان قناعيهما، أحدهما ناحل أشيب الشعر والآخر صغير السن والحجم. قال وهو يرمق الرجل الأشيب في تهكم: هل أنت المعتوه الأكبر؟ قطب الرجل جبينه ومال على مرافقه يسأله بالفرنسية عن معنى هذا، ثم إن المرافق قال لروي: إن وقتنا ضيق يا سيدي، أقدم لك الميسيو لكم، سيسألك بعض الأسئلة ونريد إجابات صادقة ومباشرة. وكذلك أنا، أين جيلان؟
قال لوفلين في روزانا: إن السيدة في أمان الآن. ثم إن لكم اقترب من روي يتأمله بعينيه الزرقاوين، ثم أطلق سيلا من الفرنسية ترجمه لوفلين على الفور: هل حقا تعرف الخطر الذي تواجهه أنت ومرافقتك؟ شعر روي بالحيرة، هل يرد موجها كلامه للفرنسي صاحب السلطة أم للأمريكي صاحب الإنجليزية؟ ثم أنه تساءل: أي خطر؟ السموم، السموم التي في الجو. لا توجد سموم. لو أن الريح تحركت جنوبا لما كنت هنا الآن معنا. والآن نريد منك أن تجيبنا عن بعض الأسئلة. ومد يده مخرجا لوحة من التي يدون عليها الأطباء أحوال المرضى: هل تعاني أرقا في الفترة الأخيرة؟ لا. صداع رأس؟ لا. هل عولجت من خلل عقلي؟ ليس بعد. كوابيس؟ لا. أي مرض جلدي مؤخر؟ لا، إلا إذا ماذا؟ حدث حرق في جانب وجهي، لكن لم يكن بفعل الشمس. التمعت عين الرجل الفرنسي في اهتمام، ثم سأله عما إذا كان واثقا من عدم رؤية كوابيس، فغمغم روي: لا، ربما إذا استثنينا مشهد هذا الجبل الذي... تصلب القلم في يد لكم. أرجو أن تكون دقيقا. لا شيء، مجرد وهم. سيد روي، هل مررت في المدة السابقة بنقاء حميم، لقاء مع شيء غير معتاد؟ هنا بدأ القلق يراود روي: من أنتم أيها الرجال؟ لكن لكومب وصل السؤال: هل هناك 5 نغمات تؤرق مسمعك في الفترة الأخيرة وتردد باستمرار؟ من أنتم؟ ثم استشاط غضبا فصاح: أنا لست من هواة التحقق من أخبار التلفاز، وتقولون أن هناك غازا. جميل، ولكن ما علاقة هذا بكوني أرى برج الشيطان مئات المرات في أحلامي دون أن أكون قد جئت هنا مرة واحدة؟ كان هذا هو دور لكم ليشعر بالدهشة هذه المرة، وهب على قدميه ليعرف، لولا أن دق الباب ودخل رجل ذهبي آخر يقول: القائد يطلب أخذهما إلى حافلة وترحيلهما. لكن لكوم لم يعبأ به، جلس جوار روي وسأل في مودة: لقد زار هذا الجبل عالمك مئات المرات قبل أن تراه، أليس كذلك؟ بلى. وتشعر أنك لنقل مجبر على أن تكون هنا؟ ثم إن لكوم تناول مظروفا وأخرج منه بعض الصور الفوتوغرافية، عرضها على روي قائلا إنها صور زملائه الذين حاولوا الوصول للجبل، فهل تعرفهم جميعا؟ لا، لا أعرف أحدا سوى هذه. وأمسك صورة جيلان. نهض لكوم قاصدا الباب مرددا: يجب أن تعرف يا سيدي أنك لست وحيدا، إن لك أصدقاء كثيرين وإنني أغبطك. ومر الثلاثة عبر القفل الهوائي إلى العالم الخارجي. سماء الغرب حمراء بلون الدم، في حين استحالت الجهات الأخرى إلى لون المخمل الأزرق القاتم، وقاداه إلى هليكوبتر هجومية خاصة بالجيش تدور مراوحها، لكنها ما زالت بعد على الأرض. وإذا بجندي مسلح يشير له كي يصعد. صرخ روي في هستيريا: يا كلا، لن أعود إلى إنديانا، لن أعود أبدا أدراجي. انفتح باب الطائرة واستطاع أن يرى داخلها 7 أو 8 مدنيين كلهم يرتدون أقنعة الغازات، وكانت جيلان بينهم. وهكذا صعد روي إلى داخل الطائرة ليتخذ مكانه بين ركابها، في حين اتجه لكومب إلى قائد الطائرة قائلا: لا يمكنك الإقلاع. إن عندي أوامري من القائد الأعلى. أنا الذي أمرك هذه المرة ألا تفعل. آسف يا سيدي. كان يتلفظ بلفظة آسف بشكل يدل على أنه يعني العكس تماما. كذا تحولت كلمة سيدي على لسانه إلى سبة يندى لها الجبين. توسل لكم: إذن أمهلني 5 دقائق. هز الطيار رأسه ورفع 3 أصابع، وهكذا ركض لكم ولوفلين
نحو مقطورة الاتصالات. كانت المقطورة مظلمة تماما بالداخل لتتيح لرجال الرادار رؤية أهدافهم، وفي منتصفها وقف ضابط أمن المشروع الذي يسميه العاملون باسم وايلد بيل، إلا أن الباج على صدره كان يحمل اسم وولشي. كان في نفس سن لاكوم، 45، قصير القامة، متين البنيان، وكان له صوت عالي وحشي. صاح لاكوم في عصبية: لا يمكنكم ترحيلهم، سأكون أنا المسؤول عنهم. رفع الميجور وايلد بيل كفه اللحمية وزمجر: لحظة يا سيدي، ليست مسؤوليتك هذا الجزء من عملية زهرة مايو، إنها مسؤولية الأمن، أي مسؤوليتي. إن لهذه العملية هدفا واحدا، ومطلبنا يخدم الهدف ولا يضره. ربما، لكن هناك شيء اسمه نظام في الجيش، ومن دونه يختل كل شيء. كانت الكلمات تتدافع على لسان لاكوم، فتعثر لسانه مرارا بالبحث عن لفظ إنجليزي يعبر عما يريد قوله، وبحماس شرع لوفلين يساعده بالترجمة التي حاول أن يكسبها ذات الانفعالات. إنهم عدد قليل من الناس، كلهم رأوا رؤية محددة، وكلهم وجدوا أنفسهم مرغمين على المجيء إلى هنا. ربما كان هناك شيء ما، لكننا عاجزون تماما عن تمييز المخرب من الفضولي، من الصحفي، من الذين يرون رؤية صوفية. يجب أن نعامل الجميع على قدم المساواة. صاح الفرنسي وقد نفد صبره: إيكوتي موا، إصغي لي، هؤلاء 9 أشخاص لا رابط بينهم، كلهم رأوا برج الشيطان وكلهم رسموه مرارا، ثم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى القدوم إليه برغم الخطر الداهم. إنها ظاهرة اجتماعية، ربما أهم ظاهرة نصادفها في المشروع، ويجب التوقف عندها. هذا لا يعنيني، فلترحل الطائرة. أمسك لكم بجاكيت القائد الجلدي وهزه في عنف: لابد أن هناك ألوفا رأوا هذه الرؤية ولم يأتوا. لم يكن أحد قد أمسك بالميجور وولشي من الجاكيت منذ كان ملازما، وكان هذا أقصى ما يستطيع تحمله. اسمع يا صاحبي، أنت ستنتهي بمحاكمة عسكرية. إيكوتي موا، تي دو مير. نظر الميجور نحو لوفلين في حيرة وتساءل: ماذا يقول بالضبط؟ في الطائرة جلس روي جوار جيلان مرتدين قناعي الغاز يتبادلان النظرات، ولم يكن روي بحاجة إلى معرفة ما سيحدث لهما، سيحملان بعيدا ويعودان إلى ديارهما، وهكذا ينتهي كل شيء. أبدا لن يعرف ما تعنيه الهضبة ولا النغمات الخمس، وأبدا لن يعود باري إلى أمه. هو واثق تماما من أن غاز الأعصاب هو مجرد إشاعة أطلقها الجيش لتخويف الناس وإخلاء المنطقة، لكن العصفورين قد ماتا في قفصهما، لقد رآهما بعينيه، فهل يكون الجيش قد أطلق فعلا بعض نفحات غاز الأعصاب ليؤكد الإشاعة ويطهر المنطقة من المتطفلين؟ المشكلة أن القصة قد انتهت بالنسبة له ولجيلان من قبل أن تبدأ، وفجأة نهض وقد اعتزم أمرا. أخذت العيون تراقبه في فضول، بدقة مد يده إلى قناع الغاز وفكه عن أنفه ثم ألقاه أرضا. كان هذا أشجع عمل قام به في حياته، وأسرع عمل، وأكثر عمل تأثيرا، فهل هو أيضا آخر عمل؟ أخذ شهيقا عميقا، وفي اللحظة التالية انتزعت جيلان قناعها هي الأخرى. هتف رجل في 70 من عمره: ستموتان، قال روي في ثقة. لا خطر هنالك يا سيدي، كل ما في الأمر أن الجيش لا يريد شهودا. ثم نظر نحو العجوز وتساءل: كيف وجدت المكان هنا؟ كان شكل الجبل يؤرقني، لهذا بحثت عنه في أطلس الجبال الشهيرة في نصف الكرة الأرضية الغربي. هل تعرف أن الرئيس روزفلت في العام 1906 اختار هذا الجبل ليكون أثرنا القومي الأول؟ وهنا نهض شاب طويل الشعر وانتزع قناعه ليأخذ شهيقين عميقين وتنهد: يا الله، الهواء أنقى من لوس أنجلوس. عندها انتزع 2 آخران قناعهما: من يرغب في البقاء؟ صاح روي في حماس:
فرفعت جيلان يدها، فالشاب الطويل فالإثنان الأخيران بينما تحاشى الباقون نظراته. اجروا نحو برج الشيطان الآن، قالها روي وهو يزيح باب الطائرة صانعا فرجة تسمح لهم بالخروج، ثم وثب خارجا مع جيلان وكل من وافقوا على متابعته. وثب وركض قاصدا خط الأشجار، وقد احتاج إلى أن يركل الحارس الواقف جوار باب الطائرة في عنقه ليسقط أرضا، لكن حارسين استطاع القبض على الاثنين الأخيرين في حين أخذ روي يركض بكل ليفة من عضلاته قاصدا الجبل، الجبل الذي عاش في كوابيسه كل هذه الأيام. في مقطورة الاتصالات كانت مشادة لاكومب مستمرة مع وايلد بيل المتصلب. أنت لا تفهم، هؤلاء الأشخاص مدعوون لحضور ما سيحدث، والهدية التي قدمت لنا في صحراء المكسيك هي تعبير عن حسن النوايا. وهنا توقف، وقد لاحظ شيئا ما خارج النافذة. استطاع أن يرى المحتجزين يحاولون الفرار نحو الأشجار. لم يعلق، فقط ارتسمت ابتسامة غامضة على شفتيه. سار روي ومن معه عبر حزام الأشجار الموجودة عند قاعدة برج الشيطان. نظر للشاب القادم من لوس أنجلوس وسأله لاهسا: هي اسمي روي نيري، وأنا لاري باتلر. هيا بنا يا لاري نتوغل بين الأشجار. وهنا دوى صوت بوق إنذار، ثم اندلعت عشرات الأضواء المتقاطعة تمسح المنطقة في إصرار. وفي مقطورة الاتصالات وقف جندي لاهث أمام الميجور. كانوا أقوى مني يا سيدي. أعدادهم 3، الباقون في أيدينا. زأر الميجور كالديناصور والتقط منظارا مقربا وخرج من المقطورة. وفي الظلام كانت 3 طائرات هيليكوبتر قد بدأت ترتفع لأعلى مختبرة أضواءها المصنوعة من اليود والكوارتز، بينما دستة من جنود القوات الخاصة يعبئون أسلحتهم، وعلى عيونهم ثبتوا مناظير الأشعة تحت الحمراء. تفحص الميجور خط الأشجار بمنظاره، ثم أمسك هاتف الميدان وزمجر: سأبعدهم عن الجبل خلال ساعة. تعال الصوت من جهاز الهاتف: اجري مسحا ضوئيا للجانب الشمالي واستعمل الأشعة تحت الحمراء. طلبت ذلك بالفعل. لو لم تجدهم حتى ساعة 800 ابدأ برش الجانب الشمالي بآي زد 4. تساءل لكم: ما هو هذا الآي زد 4؟ غاز منوم يعمل سريعا ولا ينتشر، سينامون عدة ساعات وبعدها ينهضون باحثين عن فنجان قهوة. همس لكم في مرارة: هذا ليس من حقنا، إنهم ينتمون لهذا المكان أكثر منا. كان الهاربون 3 يعبرون أشجار الشربين عند قاعدة برج الشيطان، وفي كل لحظة يتعثر واحد منهم فيسقط ثم يتشبث بالغصون. إنه الليل، وهنا تعالى هدير مراوح 3 طائرات هليكوبتر تحوم حول القمة باحثة بأضوائها هنا وهناك. تنهد لاري وهمس: لقد أعطونا أكثر من حقنا. وفي هذه اللحظة اختفت أضواء الطائرات إذ رحلت لتتفحص الجانب الآخر من الجبل. همست جيلان في تردد: توجد 4 ممرات تقود إلى أعلى الجبل، أذكرها من رسومي، وكلها تبدأ من الجانب الشمالي الشرقي. قال روي مفكرا: إنها وعرة جدا، في حين أعرف طريقا يلتف ببطء ونعومة حول الجبل. قالت جيلان: لم أعرف ذلك، كنت أرسم زاوية واحدة فقط في كل مرة. ضحك روي ضحكة قصيرة: المرة القادمة جرب النحت. وفي ذلك الوقت كان عدد من سلاح المهندسين يقومون بنقل 10 جالونات من الصفائح الحاوية للمادة AZ4 إلى طائرات الهليكوبتر، بينما المراوح تزأر منذرة بالويل. كان الميجور وايلد بيل يعرف أن كتيبة القوات الخاصة قد انتشرت في الجبل وبدأت الصعود قائمة بالتمشيط مستعملة الأشعة تحت الحمراء. من ثم أمسك هاتف الميدان: اطلبوا الجانب المظلم من القمر وقول له أن يخلي الجنود من الجهة الشمالية، سنبدأ رش المادة. وبدأت الطائرات العمودية ترتفع واحدة تلو الأخرى، ثم بدأت تختفي في الظلام وأضواؤها الحمراء والخضراء تتألق.
نظر لكوم إلى المشهد في حسرة، ثم هرع مع لوفلين إلى هليكوبتر عملاقة تنتظرهم ومحركاتها تزأر، وسرعان ما ارتفعت هي بدورها وغابت بالظلام. لقاءات من النوع الثالث. والآن لنحاول اجتياز هذه الفرجة. كان لاري قد انتهى تماما، لهذا طلب من روي وجيلان أن يسبقاه إلى أن ينتقط أنفاسه. ليكن، سننتظرك على الجانب الآخر من الجبل. وبدأ روي يركض منحنيا وخلفه جيلان، فما إن عبر الفرجة حتى ارتمي فوق أشواك الصنوبر يلهسان. الظمأ يقتلهما، والعرق يغرق ثيابهما، والجروح تملأ وجهيهما وأيديهما. وهنا لمح لاري قادما من جهة اليسار على بعد 100 قدم. لاري من هنا. وهنا دوى انفجار مروع من الضوء والضوضاء، ولمح هليكوبتر عمودية تحلق فوق قمم الأشجار، ينبعث ضوء ساطع من بطنها، ضوء يمسح المكان. وثب على قدميهما وصرخ روي محاولا أن يخرق ضوضاء المحركات. أنت في مكان ما عاري من الأشجار، سيرونك. عليهم اللعنة، ماذا سيفعلون؟ يهبطون بالطائرة فوقي؟ وهنا انحدرت الطائرة لأسفل. طيور صغيرة تغادر غصون الأشجار وقد أزعجها الهدير والضوء. الطائرة تحوم فوق لاري الذي غاب تماما عن فهم ما يحدث. الأشواك تصدم وجهه ورائحة الغاز AZ4 بدأ يفقد اتزانه، لكنه لم يدرك ذلك. رفع إبهامه كأنما يشير لسيارة بطريقة الأوتوستوب وصاح: هل تريان؟ إنهم يقومون برش المحاصيل. ثم بدأت عضلاته ترتعش ورأسه يتراقص، وكان روي والجيلان قد ابتعد 50 ياردة عن المشهد وقد أدرك ألا جدوى من البقاء أكثر. زحف على ركبتيهما زحفا. كان لاري يسقط على الأرض يرتجف بعصبية ثم يهمد تماما. همست جيلان وهي ترتجف: لن نتركه، فلنحضر جسده إلى هنا. لو كان نائما فهذا شيء يمكنه عمله حيث هو، لا داعي لإحضاره هنا. وإذا كان يحتضر؟ إذا كان يحتضر؟ قالها وأخذ نفسا عميقا. فنحن مثله من الآن فصاعدا. ووصل الزحف بين أشجار الصنوبر. كان الضوء ساطع قادم من أسفل عند الحافة. زحف روي على بطنه ليرى ما هنالك، ومد يده إلى شجيرة يتشبث بها حين سمع صوت هليكوبتر قادما من أعلى الجبل. أفلتت يده، سقط عبر المنحدر وحاول التشبث بأقصى ما استطاع. روي، صرخت جيلان، هلم تعال. سال عرقه وحاول أن يمسك بشيء دون جدوى. أرجوك يا روي، الهليكوبتر قادمة. مد يده وحاول الإمساك بيدها. صوت الهليكوبتر يتعالى، العرق يغمر عينيه. فقط بوصة واحدة تفصل عن قبضة جيلان، وأخيرا أمسك يدها وثنى جذعه ليرتمي فوق حافة المنحدر. وهنا مرت الطائرة فوق رأسيهما مبتعدة. لم ترهما لحسن الحظ، ولم تطلق غازها المشؤوم. وبعدما استعاد تنفسهما عاد يزحفان على بطنيهما ليريا سر الضوء القادم من أسفل. يا للسماء، يا إله الرحيم. ها هنا ينتهي دور الطبيعة ويبدأ دور الإنسان. بدأ المشهد كمرفأ كوني عملاق صنعته يد الإنسان. أضواء هبوط تمت عبر الأفق ربما ل5 أميال، وفي المركز تتلاقى أضواء الممرات عند صليب عملاق يتلألأ. بدأ لروي وكأنه مكان معد لهبوط شيء ما، وعلى جوانب المشهد تناثرت المئات من مصابيح الاستاد العملاقة على حواملها الصلبة، والقاعدة كلها محاطة بسور من الصلب ارتفاعه 6 أقدام. أما في المنتصف فكان هناك مقياس صوت طوله 40 قدما وارتفاعه 6، يتصل بكابلات عديدة إلى جهاز سينشايزر عملاق. همس روي في ذهول: رأيت هذا؟ طبعا. حمدا لله، تنهد روي شاعرا برضا لأنه لا يهلوس، أو على الأقل
لا يهلوس وحده، ودون كلمة أخرى انحدر إلى مستوى أقل ليريا بوضوح أكثر ما يدور تحتهما في هذا الاستاد العجيب. كان هناك حشد من الرجال يعملون بأسفل المرتدين ثيابا تشبه ثياب التمرين، بعضهما كتب عليه لوك هايد، وبعضهما كتب عليه روكول. بعض الأجهزة أجهزة ليزر، بعضها أجهزة قياس حراري وكهربي مغناطيسي، وبعض محللات الطيف، وأجهزة لا يعلم سوى الله فيما تستخدم. وحول القاعدة تناثرت أطباق رادار تقوم بمسح الأفق بلا هوادة. أضف لهذا حوالي 25 كاميرا فيديو و50 كاميرا ثابتة وحوالي 30 مسؤولا عن تشغيل الكاميرات، وكانت آلات المشروبات الغازية وعربات المأكولات الخفيفة في كل مكان. المثير هنا أن الحشد كان يرتدي المناظير السوداء بلا استثناء، وحول جهاز السينشايزر تجمع 4 من الرجال يحاول أحدهم بإصبع واحدة أن يعزف مقطوعة نهر القمر، فإذا بالفضاء يتجاوب الأصوات وتتلاعب الأضواء فوق اللوحة المضيئة معبرة عن المعادل الضوئي للنغمات. هذا لا يصدق، لا يصدق، قالها روي وهو يتأمل المشهد. وهنا دوى صوت رزين من أسفل. أيها السيدات والسادة، كان هذا رجلا يرتدي حلة بيضاء ممسكا بمكبر صوت ماشيا إلى منتصف الساحة. خذوا أماكنكم، ليس هذا تدريبا، أكرر ليس هذا تدريبا. هل يمكن خفض الأضواء على الحلبة إلى 60 درجة؟ وهنا بدأت الأضواء تعتم تدريجيا، والتمعت أضواء الهبوط ببطء شديد، أضواء حمراء ماضية نحو الأفق البعيد. رائع، صاح الرجل الذي بدا كمقدم حفل وأردف، لا يمكن لنا أن نطلب أمسية أكثر جمالا. هل استعد الجميع؟ واستنتج روي أن هذه المراسم وكل هؤلاء العلماء والفنيين اعتادوا ممارسة هذه الطقوس كل ليلة على سبيل التدريب لكن دون نتائج ما. أما الليلة ولاحظ أن أجهزة الرادار كفت كلها عن الدوران وتركزت نحوهما. لهست جيلان وهي تلتصق بالأرض أكثر، إنهم ينظرون إلينا. ليس إلينا بل إلى السماء، انظري. شيء ما يبتدئ. في البدء لم يعرف روي وجيلان كنه، فقد كان يرمقان الضياء في الاستاد، ثم حولا عينيهما إلى الظلام الدامس فوق رأسيهما. كان أول ما رأياه هو ضرب التبانة، ثم أحس أن النجوم تتحرك، بالحق تتحرك، وحركتها تزداد سرعة، ثم هو ذا شيء ما ينفصل عن حافة المجرة. لم تكن تلك نجوما بل شيئا آخر، وها هي ذي تشكل خطا منحنيا ثم ينغلق الخط مكونا شكلا معينا. مشهد وعاء الدب الأكبر. كان روي قهقه فلم يعد خائفا، هو سعيد إلى درجة لا توصف. وفي الاستاد وقف العلماء يرمقون المشهد كأنهم يشاهدون ألعابا نارية مثيرة، مطلقين العديد من الواو والأو والآ، ثم انفجروا في تصفيق محموم. هتف روي مرتجفا، نحن الوحيدان اللذان عرف ذلك، هل رأيتي؟ نعم، حمدا لله. وهنا ظهرت 3 نجوم براقة عند السماء الغربية، تحركت بسرعة ثم توقفت فوق الرؤوس كأنما داست فراملها، متحدية كل قوانين الجاذبية والطبيعة. ثم إنها دارت 180 درجة وانقسمت كل نقطة إلى 4، سرعان ما تناثرت في الفضاء. كانت الحماسة قد بلغت مبلغ الجنون لدى المشاهدين. نظر لها روي وكالعادة سألها، رأيت هذا؟ بالطبع، الحمد لله. لم يكن العرض قد انتهى، في الواقع كان على وشك البدء. حلقت سحابة بريئة المنظر فوق القاعدة ترافقها بقعتان من الضوء الأزرق المتألق، ثم بدأت النقطتان تنفصلان وتدوران أسرع وأسرع حول السحابة التي بدأ شكلها يتغير، وبدت كأنها مضاءة من الداخل، في حين وقف واحد من الضوئين جوارها يتألق بلون عنبري يضيء ويطفئ. إنه عرض كوني،
ولكن لأي شيء بالضبط؟ ربما هو توضيح لمكان شمسنا من المجموعة الشمسية؟ نعم، بالتأكيد هو كذلك، شيء مذهل. ثم أضواء ساطعة كالبرق تخرج من السحابة، لكنها على عكس البرق لا تتألق لحظة ثم تنطفئ، بل هي دائمة. ثم ازداد الضوء تلقا وخارجا من السحابة، برز لسان من الضوء البرتقالي واندفع بسرعة فوق رأسي روي وجيلان اللذين لم يكادا يجدا وقتا كافيا ليدفن رأسيهما. إنه ذات الضوء الأحمر الشبيه بالغروب والضوء المتألق كفوانيس العيد، الأضواء التي رأياها في إنتيانا منذ ليالي عديدة. أحدثت هذه الظواهر المذهلة إزاحة هائلة للهواء والحرارة وأطارت الغبار في كل مكان. تطاير شعرهما في كل صوب وانتصب الشعر في صدر روي وذراعيه بفعل الكهرباء الاستاتيكية، وأفرغ الهواء من رئتيهما. كانت الأصوات مروعة جمدت الدم في عروقهما، وأدرك روي أن هذه أصوات آلات الغرباء إذ تحرك سفنهم، لكن إدراك هذا لم يقلل من رعبه شيئا. ووسط الدموع والغبار رأى روي وجيلان الأجسام العملاقة المتألقة تهبط وسط الإستاد ببطء شديد، مالئة المكان بألوان الطيف المتراقصة، ومرغمة العمال والعلماء على البحث عن غطاء يقيهم من الأتربة والزوابع التي أثارتها. لكن الأجسام لم تهبط، فقط حلقت حول الصليب المضيء الذي جعل علامة للهبوط، ثم توقفت كأنما هناك من داس فراملها، ثم أخذت تحوم ببطء. بدأت تتخذ تشكيل مثلث على حين تتألق أضواؤها الملونة التي يستحيل النظر إليها. ولثواني كان يخيل لك أنها تستقر على الأرضية، ولثواني أخرى تعلو إلى ارتفاع 25 قدما كأنها تداعب الأرض، تشمها، تلعقها، ثم تسب لأعلى وقد انتابها الذعر. واتسعت عين روي، تمنى لو يهبط لأسفل ليرى، لكن جيلان كانت خائفة تهاب الحركة. وفي الأسفل احتشد عدد من الفنيين حول جهاز السينشايزر كلهم، يرتدون سماعات الأذن ويحملون في أيديهم أقلاما متصلة بكابلات طويلة. وارتفع صوت يقول في رهبة: يا سادة، 30 عاما من التخطيط والإعداد قد بلغت غايتها، فلنمارس عملنا الآن، والآن هل نبدأ؟ فارتفع صوت فني يقول: تي سي ستيريو، الأوتو جاهز، تحريف النغمة على تقاطع الموجات، هيا بنا. وأمام مفاتيح الجهاز جلس رجل يشبه في ملامحه شكسبير، كان غاية في العصبية، يتصبب عرقا ويمسح عنقه وجبينه بمنديل طيلة الوقت. كان يعرف المسؤولية الهائلة على عاتقه، كل سنوات العرق والتخطيط تتوقف على النغمات الخمس التي سيعزفها الآن، يجب أن يجيد عزفها. نظر الشاب الذي يقدم الحفل نحو هتف: والآن ابدأ النغمة. فعزف شكسبير النغمة الأولى وتألقت على اللوحة الضوئية بقعة لون عنبرية سرعان ما خبت إذ تلاشت أصداء النغمة عبر الأفق. والآن نغمة أخرى أعلى، عزف شبيه شكسبير النغمة الثانية فتلألأت اللوحة باللون الأرجواني. نغمة ثالثة منخفضة، الآن صار اللون أزرق قاتم رائع الجمال. ثم ارتفع قليلا إلى النغمة الخامسة، اللون أحمر متألق ثم يغبو ببطء. غمغم قائد الفريق في خيبة أمل: لا شيء، لا شيء على الإطلاق. فأعاد شبيه شكسبير النغمات الخمس ومعها تألقت الأضواء، ولم يستجد شيء، لا استجابة من الأجسام الثلاثة، فقد ظلت كما هي تعلو وتهبط، تتألق وتنطفئ. إنكور، إنفوا. كان هذا صوت لكم الذي ظهر جوار السينشايزر طالبا بالفرنسية أن يجرب الرجل مرة أخرى، مرة أخرى تتردد النغمات الخمس والأضواء معها. أسرع أسرع. ومن مكمنها دندنت جيلان النغمات الخمس ودمعت عيناها، هي تذكر هذه النغمات
إنها أغنية باري القديمة التي كان يعزفها على الإكسليفون ليلة اختفائي. يا للعجب! اسرع اسرع! العرق ينسال على حاجبي شبيه شكسبير ويبلل ثيابه ومفاتيح الجهاز. كان يعزف بأسرع ما استطاع الآن. النغمات تتردد عبر الجبل لكن دون جدوى. بدأ التوتر يخنق لكم. ماذا تنتظر هذه الأجسام إذن؟ شكسبير يعزف حتى ليوشك مخه على الانفجار، وألوان الطيف تتوالى على اللوحة المضيئة. وفجأة استجابت الأجسام، ليس بالصوت لكن باللون. بدأت تكرر الألوان التي تتراءى على الشاشة. وحين توقف العازف أخيرا عن العزف، بدأ للجميع أن الصمت كائن خرافي يبعث من قبره وسط عويل الرياح. أشار لكم بإصبعه نحو شكسبير آمرا، استمر لا تتوقف. وعادت النغمات تتردد. الرجال في نشوة غامرة، الواقع كانوا في حالة تفوق النشوة بكثير. إنه أول لقاء من النوع الثالث يتم أمام كل هذا الحشد وكل هذه الأجهزة، ويتم بميعاد مسبق. وهنا ارتفعت الأجسام الثلاثة لأعلى. أحدها صعد لأعلى وتلاشى، والآخران ابتعد إلى جانبي الجبل وغاب في سحابتين عملاقتين. لم يعد سوى همس الرياح والصمت. وفجأة شرع الكل يصرخ ويهلل. فقد العلماء وقارهم وأخذوا يتواثبون كأطفال، يتبادلون العناق ويضرب بعضهم البعض على الظهور. لقد انتهى كل شيء على ما يبدو. صافح على كومب العازف مهنئا، إلا أنه في نفس اللحظة بدأت أجهزة الرادار تضيء، وعادت الأطباق تدور مركزة نظرها على السماء فوق روي وجيلان. كان هناك شيء ما يحدث. وفي الاستاد أشار أحد الرجال إلى أعلى وجذب لكومب من كمه ليرى. كان عدد من السحب العملاقة يحتشد في السماء فوق الجبل، وداخل السحب كان حشد من الأضواء البراقة، حشد مروع يثير الرهبة. وتلقائيا شعر روي وجيلان أن الوقت قد حان لينزل وليقف وسط البشر الآخرين بعيدا عن هذه الظواهر الغامضة. تذكرت جيلان هذه السحابة وتلك الأضواء، ففي مثلها اختفى باري الصغير يوما ما. ومن السحابة برز أحد الأجسام التي كانت هنا من قبل وحلق فوق أرضية الاستاد، وأطلق ثلاثة إشارات باللون الأحمر، فتألقت إشارات مماثلة في السحابة. ثم بدأ الغزو. انبعثت مئات الأضواء الدقيقة مشكلة ما يشبه الطائرات عجيبة الشكل والألوان، وبدأت تؤدي حركات جوية معقدة. بدأ من الواضح أن هذه الأجسام تملك قدرة هائلة على التوقف حين تريد، قدرة تفوق كل قوانين الطبيعة. ولم يكن لها صوت خاص بها، لكنها كانت تسبب إزاحة هواء هائلة مما يحدث زئيرا كزئير الرعد. يا للأضواء، يا للحرارة المنبعثة منها. بعض هذه الأجسام بدا كشجيرات عيد ميلاد عملاقة، وبعضها بدا كأنما وليد أفكار مهندس ديكور كوني موهوب. همس روي لجيلان، يجب أن أدنو أكثر. بالنسبة لي هذه المسافة كافية جدا. وتبادل الصمت والنظرات لوهلة، ثم فارقها روي بادئا النزول الخطير المتعرج لأسفل. وحين وصل إلى منتصف المسافة لاحظ أن العرض قد انتهى وأن الأجسام قد حلقت غائبة في الظلام. وفجأة التمعت مئات الأضواء من السحابة محيطة بدائرة قطرها 20 ميلا، دائرة معتمة مظلمة لم يتضح شكلها. وازدادت الأمور غرابة. الصمت يسود الاستاد، والإحساس بالإنهاك العاطفي من فرط ما رأوا من غرائب. روي قد وصل لأسفل وبدأ يجد السير نحو الساحة، وإذا بالدائرة المعتمة تقترب تقترب حاجبة القمر رامية ظلها على المكان. وخر روي على ركبتيه مذهولا. كان الشيء في حجم مدينة، ربما في حجم إنديانا، لا لا أكبر، ربما ديترويت. الأضواء تحيط بقمته، والجسم نفسه يبدو صادئا منهكا كسفينة فضاء جابت السماء ملايين الأعوام. ومن الجسم انفجرت أضواء صغيرة
منفصلة كأنها سرب من الذباب المضيء، وأدرك الواقفون أن هذه الأشياء هي قوارب إرشاد. قوارب إرشاد تعين الجسم العملاق على الهبوط في الرقعة المحددة له على أرض الاستاد. كان تأثير الجاذبية مروعا، وشعر كل إنسان أنه فقد نحو 40% من وزنه. لكن هذا الشعور لم يكن بالمرة سيئا، لكن لكومب لم ينسى في غمرة المفاجآت أن يشير إلى طاقم العزف حول جهاز السينشايزر ليبدأوا جولة جديدة. تساءل الشاب الذي كان يقدم الحفل متوجها للفنيين: هل المحلل السمعي جاهز؟ هز الفنيون رؤوسهم أن نعم. عندئذ همس الشاب في مكبر الصوت: لو كان كل شيء على ما يرام في الجانب المظلم من القمر، اعزفوا النغمات الخمس. وببطء عزف العازف النغمات الخمس، فلم يستجب الجسم العملاق. أمر لكم بالرجال: اعزفها ثانية. وأعيدت النغمات، فأصدر الجسم صوتا غريبا كصوت خنزير يلهس: لابد أنها أكلت ما سبب لها عسر الهضم، قالها رئيس الطاقم في عصبية. ووصلوا عزف النغمات الخمس، وفجأة استكمل الجسم آخر نغمتين بنفسه. ضوضاء لا تصدق، هشمت النوافذ الزجاجية وألقت بالكثيرين على الأرض، لكن أحدا لم يعبأ بهذا. اعزفها، اعزفها ثانية. وفي هذه المرة أعاد الجسم النغمات، وأضواء ملونة تلتمع على مقدمته، عنبرية وأرجوانية وزرقاء وخضراء وحمراء. ثم بدأت السفينة الأم تأتي بنغمات أخرى قلدها العازف، وبالتدريج زادت سرعة العزف، فتخلى العازف عن مهمته تاركا الكمبيوتر يتولاها. ولقد شرع هذا الأخير يمارس عمله بنجاح ساحق، وبدت هذه لحظات كونية تضافر فيها الصوت والضوء لصنع معجزة ما أغربها موسيقى. ثم ساد الصمت بضع دقائق، الصمت والظلام، وفجأة انفتح الجسم السفينة الأم كاشفا عن دائرة صغيرة من الضوء الساطع، سرعان ما صارت ممرا ضوئيا باهرا. وبرغم المناظير السوداء كان من المستحيل النظر للداخل. الفتحة تتسع أكثر والضوء يتزايد أكثر، على أن لكومب تخيل للحظة وجود حركة بالداخل من النافذة أو الباب المفتوح، وتبدت 8 أشكال غير آدمية بالتأكيد، لأن الضوء أضاع أكثر حدود أجسادهم فبدوا نحيلين للغاية. خرجت من دائرة الضوء الباهر فصار لكومب نحوها، وهنا أدرك أن هذه الأشكال أشكال بشر حقيقيون، كانوا يرتدون ثياب سلاح الطيران في الأربعينات، كلهم مصابون بذهول تام، وكلهم صغير السن يحملون خوذاتهم في أيديهم. ورفع أولهم يده محييا لكومب وهتف: ملازم فرانك تيلور، احتياطي أسطول الولايات المتحدة، 64199. مرحبا بعودتك أيها الملازم إلى الوطن. وتولت الأسماء: هاري وورد كريغ، كابتن أسطولات الولايات المتحدة 43431. ماتيو كيميشيل، ملازم احتياطي 909411. وكان هناك رجل يمسك بلوحة عليها صور وأسماء ويلصق شرائط على صورة كل من يجد اسمه عنده. كل هؤلاء من الرحلة 19 التي أقلعت من بنزاكولا في مايو 1948 واختفت تماما، والتي بدأت قصتنا بالعثور على طائرتهم سليمة في صحراء المكسيك. هتف أحد الفنيين: يا للسماء، هم حتى لم يشيخوا، لقد كان أينشتاين محقا. من يدري، ربما كان هو نفسه واحد منهم. في هذه اللحظة كان أكثر من 200 عائد قد غادروا السفينة الأم، وكان فريق من الفنيين والعسكريين والأطباء ينقلونهم فورا إلى غرف خاصة معدة مسبقا. وهنا لمح روي خيال شخص قصير القامة يبلغ طوله حوالي 3 أقدام خارجا من دائرة الضوء، ولمح جيلان تركض كالملسوعة نحوه، إنه باري. كانت جيلان قد هبطت إلى الاستاد منذ قليل، وكانت الآن تبكي وتضحك وتعتصر الصغير في جنون. دانا روي من لكوم:
فما إن رآه الأخير حتى بدا عليه الرضا لأن روي فر من الجيش ووصل هنا. على كل حال لم يعد أحد يجد وقتا ولا سعة صدر كي يهتم بهذا الأخير في هذه الظروف. ماذا تريد يا ميسيو روي؟ أريد أن أفهم ما يحدث هنا. نظر لكومب في صمت ثم تركه وصار إلى حيث وقف لوفلين مع عدد من ضباط عملية زهرة مايو وقال بالفرنسية: يا سادة، نحن بحاجة إلى الحديث عن موقف السيد روي. وبدأت مناقشة حامية. ترجم لوفلين ما يقول الفرنسي: إن هؤلاء الناس عاديون، وقعوا في ظروف غير عادية، هجروا وظائفهم وعائلاتهم وقطعوا كل هذا الطريق إلى هنا بعد أن تملكهم مسواز هذا الجبل، والآن أرى أن يصير السيد روي فورا جزءا من هذا المشروع. قال أحد الضباط: لكن رجالنا تدربوا 97 شهرا من أجل هذه اللحظة، فكيف تتوقع أن يجتاز روي هذه الثغرة؟ كيف يتكيف؟ كانت فتحة السفينة تنغلق ببطء، وهتف باري الصغير من بين ذراعي أمه: وداعا وداعا. في ذات اللحظة هرع كومب نحو روي وصافحه: ميسيو روي، إنني أحسدك. ومن خلال فرجة الضوء الساطع تبدى شيئان بل ثلاثة. كان طول واحد من هذه الأشياء 9 أقدام، وكان نحيلا إلى حد مفزع حتى أنك لا تصدق احتواءه على أحشاء، لكنهم على الأقل بدوا كالبشر لأنهم يتحركون على ما يشبه الأقدام ويلوحون بما يشبه الأذرع. حملت جيلان ابنها المحتج وهرعت جارية للوراء، فهي لم ترد أن تجازف مرة أخرى بعد أن استردته. والغرباء يتألقون بالنور يلوحون بأذرعتهم حيث وقفوا هناك. لكم يقتاد روي وأحد الضباط إلى إحدى الغرف الجانبية. الضابط يسأل روي: قيل لي يا سيد روي إن لي أن أثق بتعاونك، ما فصيلة دمك؟ لا أعرف. متى ولد؟ 4 ديسمبر عام 1947. هل سبق تطعيمك ضد الجدري؟ هل يعاني واحد من أسرتك من مرض الكبد؟ وشرع روي يرتدي ثياب فضاء حمراء اللون. وقع على إقرار إنه قد شارك في مشروع زهرة مايو بكامل إرادته ودون إرغام. لماذا؟ لم يعد هناك ما يربطه بالأرض، وهو حقا راغب في أن يعرف أكثر. في ذات اللحظة كانت جيلان تلتقط صورا للمشهد على حين دفن باري الصغير رأسه في بطنها، وشرع يحكي لها عن أصدقائه الواقفين بالأسفل. كان يضحك ويضحك. وفي إحدى الغرف جلس رواد الفضاء 12 يصغون لموعظة القصة التي يمهدهم روحيا بها للرحيل مع الغرباء. كانوا خائفين برغم 97 شهرا من التدريب، ظلوا وهذا حقهم يحسون الرهبة. ثم تحرك الموكب قاصدا السفينة. رجال الفضاء يغوصون في دائرة الضوء الساطع بداخل السفينة الأم، ومعهم روي نيري. وهنا برز أحد الكائنات من فرجة الضوء ولوح بذراعه للحشود المحيطة. لثواني تبينوا وجهه العجيب المتبدل بين الحالة الجنينية والشيخوخة المروعة. ثم انغلق الباب وبدأت السفينة ترتفع وسط ملحمة الأنوار لأعلى، والأضواء الصغيرة تحوم حولها مرارا. ثم إن الضوء الأحمر قطعة الآيس كريم دار حول السفينة وتلاشيا بين طبقات السحاب الكثيفة. لا يدري روي في تلك اللحظات الرهيبة لماذا تذكر أغنية من فيلم بينوكيو تقول كلماتها: حين ترى نجما وتتمنى أمنية فلا يهم من تكون، لأن ما تتمناه ستناله. لو أنك تمنيت بإخلاص فلا أمنية مستحيلة، لأن المستقبل سينظر لك باهتمام حين ترى نجما وتتمنى أمنية. تمت بحمد الله.